بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من جمهور التالتة. النهاردة الجمعة، جمعة الكواليس والمعلومات، وإضافة عليهم هنحط معاهم الاثنين العظيم. فالجمعة يجي يوم الاثنين فتبقى خلطة بيطة جامدة جدا. النهاردة حلقة كومبولارج ما بين المعلومات في فقرة معلوماتي النهاردة مع ريهام حمدي واحمد شوقي، والجزء الثاني اكيد هي مراجعه ليله الامتحان مع ملوك التحليل تامر بدوي وعمر عبد الله. فعندنا النهارده كلام في منتهى الاهميه على صعيد الكواليس او في الفقره التحليليه بتاعتنا النهارده اللي هتشوف فيها حاجات وتفاصيل لاول مره. شوف ماتش خلصان بقاله كام يوم، هتسمع حاجات مهمه عن ماتش مصر ونيجيريا وحاجات وتفاصيل تركات هتفرق كتير جدا جدا في ماتش غينيا بيساو ان شاء الله باذن الله. بادئ ذي بدء يعني. الناس متضايقه وعندها خيبه امل، مش من الاداء، لان هو ما كانش فيه اداء عشان تقيم، ما كانش فيه اداء نتكلم كوره يعني، لانه مفيش حاجه كانت في مكانها صح، مفيش حد كان في المكان الصح بتاعه، وعشان كده الناس فاهمه ان هي مش بتاعه اللعيبه. والاول مره ومن سنين طويله رؤيه الناس ما يحصلش فيها اي نوع من انواع الخلط، يعني دايما بيحصل خلط ما بين هل هي دي بتاعت المدرب ولا دي بتاعت اللعيبة. لأول مرة يبقى واضح قوي ان دي بتاعت المدرب، دي بتاعت كارلوس كيروش خلصانة ومش بشياكة، هي خلصانة وبس. حط التعبير الأمثل، ضع التعبير المناسب، لأنه الراجل باختصار شديد فاجئنا احنا، مش احنا الجمهور يعني والمتابعين، هو الراجل في ماتش مصر ونيجيريا راح مفاجئ الفرقه بتاعته. والناس تيجي تقول لك خد تعالى هنا بس، تعالى بعد ماتش مصر ونيجيريا ده المدرب اللي انت قلت لنا عليه ان هو مدرب كبير. طيب بصوا يا جماعه، هي عموما الموضوع بسيط جدا، الكوره مبنيه على متغيرات وفيها حقائق، متغيرات وحقائق. المتغير له علاقة بالأداء، الثابت لما بيكون عندك لعيب كبير أو وعنده سيرة ذاتية وعنده رصيد، أو مدرب كبير وعنده سيرة ذاتية وعنده رصيد. فلما تيجي تقول مثلا كارلوس كيروش مدرب كبير، ولا احنا لسه ده مجهول الهوية بنتعرف عليه لأول مرة جايين نشوف الراجل ده، بختك يا أبو بخيت، ها جاوب سيادتك، صح كده؟ بالظبط كده، مدرب عنده سي في كبير، فده الثابت اللي احنا بنتكلم فيه. طيب ايه هو المتغير؟ الاداء. فلما يقدم اداء مقنع نطلع نقول اداء مقنع، برافو، دي شغلتك وشغلتنا ان احنا لما نشوف حاجه صح نقول عظيم جدا. طيب لما انت تيجي تقدم اداء ضئيل واطلع انا اقول عنك ان انت اديت اداء عظيم، ابقى انا راجل كذاب، وانت تبقى قاعد في البيت عارف ان انا راجل كذاب وبقول اي حاجه طقحنك. فالطبيعي انك لما هتعمل اداء كويس، ها علشان ده متغير اسمه الاداء، تعمل اداء كويس تطلع اقول ده اداء كويس. لو انت بتعمل اداء كويس وانا بقول عنه انه اداء وحش يبقى انا راجل مغرض، بصفي معاك حاجه. لو انت بتطلع تعمل اداء وحش وانا بقول عنه كويس يبقى انا راجل ما بقولش كلمه الحق، يبقى انا بطبطب. لكن لما تطلع تعمل حاجه كويسه اقول ده كويس، وما تطلع تعمل حاجة وحشة أقول ده وحش، ده طبيعي، لأن احنا بنتكلم في الكورة ما بنتكلمش في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا في أي حاجة. ده أداء مبني على الشغل، زي ما تشوف فيلم حلو لممثل أنت بتحبه جدا جدا فيعجبك الفيلم، الله ده شيء عظيم جدا، هو نفس الممثل تيجي تخش له فيلم تاني تلاقيه وحش جدا، فهتطلع تقول إيه؟ فيلم وحش وأداؤه كان وحش. لكن هل تقدر تقول عليه إن هو مش هو نفس الشخص اللي أنت كنت بتتكلم عنه؟ لا، هو عنده سي في. فخلينا نخلص من القصة دي بدري بدري عشان أنا وإنت نبقى واصلين لأرض سهلة نعرف نتكلم فيها. فهل مقنع مثلا أنا قبل البطولة بكام يوم طلعت قلت هنا في المكان ده الحمد لله يعني
قلت انتهى مرحلة التجريب، انتهت مرحلة التجريب خلاص، خلصت. اللي عايز يجرب حاجة يجربها، وكنت بقولها وانا مش في بالي اكيد يعني. فقلت تريزيجيه كلنا عارفين ان هو بيلعب ناحية الشمال اكيد، فمش هيلعب ناحية اليمين. فالراجل ما شاء الله راح جايب تريزيجيه ناحية الشمال اللي انا بقول ان هو بديهيات شمال، فراح حطه فعلا ناحية اليمين في نص الملعب. وبرضه في نفس الكلام اللي انا كنت بقوله قبل البطولة بقول، فكل الناس عارفة ان محمد صلاح بيلعب، كل الناس اللي هي العالم يعني مش كل الناس احنا هنا في مصر، ان هو اعظم جناح مهاجم في العالم دلوقتي. فطبيعي يا جماعه مش هنلاقيه راس حربه، فلقينا ان الراجل حطه راس حربه. طبيعي ان الكل عارف ان مصطفى محمد راس حربه، الراجل راح حطه جناح. اذا اصبح الامر واضح ان هي سوء، ان هو سوء توظيف من المدير الفني للعيبه. هل انا هنا اقدر الوم على اللعيبه؟ لا، ما ينفعش ابقى بقول اي حاجه في اي كلام. لعيبه ايه؟ حضرتك جايب لي مثلا النهارده ابراهيم، وانت عارف ان ابراهيم ده راجل يدوب على قد حاله، او يعني مواصفاته زي ما الناس ما شايفه انه راجل اعلامي، راجل مقدم برنامج. فجيت قلت له والله بص يا ابراهيم انت النهارده هتلعب معلق، يا فضحتي. فمستني تقيم ابراهيم، بتقيمه على ايه؟ مش هتلاقي منه اي حاجه، زيرو كبيره جدا جدا، فضيحه في التعليق، فضيحه، كارثه. موضوع بسيط جدا جدا، اي حاجه عايز تنجح فيها هتوظف. فالراجل ده راح عمل ايه؟ عد على صوابع ايديك كده، ولا بلاش اجيبها لك من الاخر، الوحيد اللي كان مرتاح في الملعب كان محمد الشناوي بس، خلاص جول وانتهت القصه. انت جاي هنا تشتغل ايه؟ انا جاي اشتغل حارس مرمى. فخلاص الموضوع كان خلصان. تعال اتفرج على تغييرات الراجل نفسها. يتصاب عندك اكرم توفيق فانت تبقى مش فاهم، يتصاب عندك اكرم توفيق، فلما يتصاب اكرم توفيق انا وانت عارفين انه مين البديل، ها اللي انا وانت لما طلعنا في البطوله العربيه قلنا الله طب ما هو كويس اهو، ده جاب مين؟ عمر كمال عبد الواحد. فقلنا خلاص هو عمر يعني تغييره، انت كلك قاعد في كله قاعد في البيت كده، مش عمر كمال نازل اهو. فلقيت راح منزل محمد عبد المنعم اللي هو ما جربوش غير في ماتش واحد، اللي هو ما لعبش اصلا في مركز الظهير الايمن ده خالص خالص، وراح حطه ظهير ايمن. فانت ليه يا اخوانا؟ ليه يا جماعه؟ فبقى عمل لك حاله، عارف انت بالظبط كده لما تبقى تاخد كهربا وفي نفس الوقت انت بيوصل لك كهربا يوصل لك ميه. فانت في ماس بيحصل في الموضوع، في ماس كهربائي رهيب دخل لك ميه ودخل لك كهربا بتنور في الضلمه يا باشا. هو راجع عمل فينا كده بالظبط، برجلنا كلنا. ما انت كنت بتجرب في البطوله العربيه، فالمفروض انه خلاص خلصت التجربه. فلما نخش بطوله الامم الافريقيه احنا عارفين العده بتاعتنا والسلاح بتاعنا. مصطفى محمد راس حربه، راس حربه خلاص خلصانه. محمد صلاح جناح مهاجم ناحيه اليمين خلصانه. عمر مرموش ناحيه الشمال. لما هتروح بتوظيفك وتسرح بخيالك في توظيف تريزيجيه فتقوم اقول احطه في نص الملعب ناحيه الشمال، اقول لك يعني ماشي، ليه الراجل بيلعب ناحيه الشمال فقريب من الناحيه اللي هو بيلعب فيها، لكن تقوم رايح جايب الراجل اللي بيلعب اصلا ناحيه الشمال جناح، تقوم رايح جايبه حاطه ناحيه اليمين. مستني ايه بقى؟ مستني ايه؟ حاطط ودنك مكان بقك، وايديك مكان رجليك، وعينيك مكان مناخيرك، مفيش حاجه بتاعت حاجه. فطبيعي انه يظهر الشكل اللي انتوا شفتوه ده، اللي هو بلا شكل بلا اي ملامح. هل حضرتك شايف انه لما ده يحصل في الملعب اطلع انا اقول انه ادائنا الفني كان مقنع؟ اكيد لا. فالطبيعي والبديهي انه ده ما كانش اداء، دي كانت رؤيه غلط لتوظيف غلط بنسبه 100%، لا يجب ولا يجوز أن تكرر بأي حال من الأحوال. ده دي اللي بيتقال عليها في الكورة، ها، كارثة أو جريمة مكتملة الأركان، هي اللي بيتقال عليها في الكورة كده، دي جريمة مكتملة الأركان، ما فيهاش ولا فزلكة ولا فلسفة. يعني أي حد تسمعه بيقولك أي حاجة تانية غير كده فزلوك، بيتفزلك، ما فيهاش. أنا حتى كمان قعدت أقول إيه، رحلة في عقل كارلوس كيروش. ايوه الراجل ده بيتعامل على ان هو مش عارف اللعيبة المحلية،
تصدق فعلا ممكن. فبيجيب اللي في الشمال في اليمين وارد، واللي ورا بيطلعه قدام وارد، والجناح بيلعبه راس حربة وارد. كل ده ليه؟ لان احنا مغمورين، محدش عارف، احنا مش حدش حاسس بينا، فاحنا مغمورين بنلعب في دوري المغمورين. فهو مش عايز ياخد راي اي حد جنبه على الدكه، مش عايز، مش مقتنع، انا حر، مش اقول اللي انت عايزه. ها بيلعب باك رايت، بيلعب باك رايت هناك يا حبيبي، ماليش دعوه، انا كارلوس كيروش. ماشي، فتيجي الناس تقول له ماشي خلاص يا عم، مش مقتنع، ماشي تمام. لكن هو اللي انا، ففضلت امشي ورا القصه ديت في رحله المتاهه ديت. لا، طب اذا كان الراجل شايف ان احنا دول مجهولين ودول مش معروفين، فهو بيوظف براحته يعني، عشان احنا لسه بنتعلم كوره من اول وجديد. ام محمد صلاح يبقى ايه؟ اهم وافضل لاعب في العالم، العالم كله، العالم كله يا مؤمن عارف ان الراجل ده بيلعب جناح ايمن مهاجم. فلو احنا مجهولين، ده مش مجهول. قلت حاجه غلط؟ قلت حاجه غلط؟ فمش فاهمها، مش ليها تفسير. فمحمد صلاح بيلعب راس حربه وسط ايه بقى؟ اتنين طوال. بعدين لما عملنا تغييره حلوه ونزلنا زيزو، رحنا مطلعين مصطفى محمد، قلبي فاهم؟ هنلعب لمين كروسات يا جماعه؟ ما الراجل اللي بيلعب كروسات المفروض ان فيه مصطفى محمد، قلبي يا اخواننا، مش كده. فتوصل لنتيجة اللي انا قلتها لك من فترة، ما تحاولش تفهم حاجة، عشان انا بقولك ادي الرحلة، اهي ادي الرحلة، قعدت اغوص في التفاصيل، مفيش فايدة، مش واصل لحاجة، مش واصل لحاجة. هو الراجل شايف كده وانا هعمل كده. وبقولها لكم في ليلة مباراة مصر وغينيا، وانا اعني ما اقوله يعني. مصر هتتأهل، هتتأهل ان شاء الله باذن الله من الدور ده، ما عنديش شك، ما عنديش شك، لاسباب كتير بس مش هنخوض فيها دلوقتي. بس بقول لك مصر هتتأهل، هتتأهل كرة واسم وكل حاجة في الدنيا، هنتأهل، هنتأهل. اصلا انت مش معقولة يعني مش هتبقى من افضل ثلاث توالت يعني، لو انت عايز الاجابة السريعة السهلة يعني، مش معقولة يعني، فاهم؟ مستحيلة، مستحيل ان انت ما تبقاش من افضل ثلاث توالت، مستحيل. عشان انت لو بتلعب بظهرك، لو كل الفرقه بتلعب بظهرها، هنصعد يعني، ما فيهاش افضل التوالد، تمام؟ فانت لما، وبكره الماتش اهو، وافتكر بقى الكلام اللي انا بقوله لك ده، هنتاهل، ده رقم واحد. رقم اتنين، وده الاهم بالنسبه لي، انا مش فارق معايا ومش شاغل لي البالي قوي، احنا في ماتش ده وفي الماتش ده أدائنا هيبقى عامل ازاي على صعيد الأدائين. إنما أنا شاغل بالي بنقطة مهمة جدا جدا، هو إنه الراجل معاه جهاز معاون، وأنا عارف لأن أنا شغال الشغلانة وفاهم القصة، الجهاز المعاون له رأي، ولكن هذا الرأي اختياري، ياخد بيه أو ما ياخدش بيه. أتمنى يكون وصل للجهاز، وأكيد ده وصل، ان يكونوا قالوا للراجل، سيبك من، انا ما بقولش يقول للناس، يقولوا للراجل الناس في مصر بتقول ايه، انا بتكلم في نقطه ليها علاقه بالمنطقيه. انت مش منطقي، انت عملت كل حاجه مش منطقيه في الماتش، فمن فضلك خليك منطقي واعمل كل افكارك، العب 4-3-3، بس اللي في اليمين في اليمين، واللي في الشمال في الشمال، وحارس المرمى حارس المرمى، وجزاكم الله كل خير، واعمل اللي انت عايزه، اعمل جملك التكتيكية زي ما انت عايز، واسرح بخيالك في افكارك زي ما انت عايز. بس مش معقولة ان احنا نبص نشوف في ماتش بكرة لعيبة مش في مراكزها. بالمناسبة هقول لكم التشكيل، هقول لكم التشكيل المتوقع زي ما انتوا ما متعودين معانا، التشكيل المتوقع، وفي مفاجآت بالمناسبة، في اسمين من اللي لعبوا الماتش اللي فات مش موجودين، هعرضه لكم دلوقتي بس خلص الكلمتين اللي في يوم الماتش.
خلصهم بس. فكل اللي احنا عايزينه ايه؟ نتجاوز عقبتنا احنا، نتجاوز عقبة التوظيف. وفي خلط كبير ما بين ان احنا نقول للراجل افكارك مش عجبانة وما بين ان الراجل بيوظف غلط. انت بتوظف غلط، جايب حد يعمل حاجة مش بتاعته، فهتحاسبه ازاي؟ فلو سمحت حط كل واحد في مكانه عشان نعرف نشوف لعيبتنا صح، وانت تعرف تشتغل صح. مش طالبين حاجة تانية غير كده خالص. وده هو قمة الدعم من وجهة نظري. انا بدعم منتخب مصر بالنسبة لي في ان انا اوصل الصوت والصورة الصحيحة في ان احنا عايزين المنتخب يكسب. هو في حد في مصر مش عايز المنتخب يكسب؟ فهاش. وفي حد في مصر مش شايف اللي انا شايفه؟ اتحدى اي حد يكون مش شايف اللي احنا شايفينه، لان انا ما بطلعش اقول كلام كده. انا طالع اقول الكلام اللي الناس بتتكلم فيه بقالها 3 4 ايام وهتتجنن. فالموضوع سهل وبسيط جدا. نحط اللعيبه بتاعتنا في مراكزها في اماكنها، نروح ماتشين نلعب ان شاء الله باذن الله ماتشات كويسه. واللي شاغل بالي بقى وخد، وهي دي المهمه، ان انا العب ماتش حلو وماتش غينيا بيساو اعبر عن نفسي، واروح ماتش السودان واعبر عن نفسي، والماتشين اكسبهم وانا كسبان وانا واقف على رجليا، وانا رجليا بتدب في الارض، رجليا دي بتدب في الارض، يسمعها اول واحد في الكاميرون واخر واحد في الكاميرون. ده منتخب مصر حمد لله على السلامه جه. ولما اقول حمد لله على السلامه، ده مش معناه انه حمد لله على السلامه وخلصت القصه، ده معناه حمد لله على السلامه ودي بدايه القصه، عشان من دور ال 16 انا هقابل اي بعبع انا ما اعرفوش، اي بعبع هقابله، بس انا لازم اعبر عن نفسي عشان لما اقابل اي بعبع من البعبيعبيع اللي موجودين في البطوله ابقى بعبر عن تاريخي الحقيقي، اعبر عن امكانياتي وقدراتي. والله انا ما شايف اي حد من الكلام اللي بيتقال ان دي القماشه بتاعت منتخب مصر ده كلام صح، اقسم بالله ما حصل. والله العظيم قماشه منتخب مصر ما في احلى منها، والله العظيم اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر دي أقسم بالله لعيبة كويسة جدا جدا. بس التوظيف سهلة. ايه؟ نلعب ماتش بكرة بتوظيفات صح، نلعب ماتش السودان بتوظيفات صح، نكسب دور الستاشر من أول هنا منتخب مصر، من أول هنا منتخب مصر. خليني اقول لحضراتكم التشكيله المتوقعه لمنتخبنا الوطني، هتظهر لكم على الشاشه، نعرف منها منتخب مصر هيلعب ازاي. محمد الشناوي في حراسه المرمى، الله اكبر، دي ما فيهاش تغيير. محظوظ. عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين، الونش وحجازي في القلب، ناحيه الشمال ايمن اشرف، السليه والنني وعبد الله السعيد، النني السلية وعبد الله السعيد، صلاح ومرموش ومصطفى محمد. طبعا التغييره اللي في نص الملعب ليها علاقه بانه في اتنين خرجوا، حمدي فتحي كان موجود الماتش اللي فات، وكان موجود تريزيجيه وما بقاش موجود في التشكيله ديت. دي التشكيله المتوقعه بنسبه كبيره ان شاء الله باذن الله، زي ما انتم متعودين معانا دايما في برنامج جمهور التالتة. الشكل ده لو اتحط في الملعب صح ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. خلاص. وبالمناسبه اي تشكيله فيها اللعيبه بتاعتنا كل واحد يلعب في مركزه ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، لان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في الاربعين اللي الراجل اختارهم، مش هقول لك في الثمانيه وعشرين، في الاربعين اللي الراجل اختارهم، واي واحد منهم احنا واثقين فيه بس يلعب في مكانه بجد فيرتاح فيقدم بشكل كويس. فهذه هي التشكيلة المتوقعة لمنتخبنا الوطني بكرة إن شاء الله بإذن الله. خليها للناس على الشاشة. عمر كمال عبد الواحد باك يمين، سهلة بسيطة، شكرا كارلوس كيروش. متشكرين يا فندم إنه عمر كمال موجود بكرة، هيلعب في مركز الجناح الأيمن بالمناسبة، في المركز الظهير الأيمن بالمناسبة، هو مركز ما كانش مركز عمر كمال عبد الواحد، هو دايما كان بيلعب في المصري جناح أكتر منه حاجة، بس ما علينا، هو توظف في البطولة العربية بالشكل ده، فدي عودة إلى المنطق، إلى المنطق والمنطقية، عودة إلى المنطق والمنطقية. وآدي الشكل السلية،
اعتقد انه النني هو رقم 6 خلاص واضح كده، هو اللي هيبقى هو اللي هيبقى على الدايره، والسوليه وعبد الله السعيد على حسب ما الراجل الحقيقه يخلي السوليه يمين او عبد الله السعيد شمال في المركز بتاع صناعه اللعبه او مركز 8. وصلاح اتمنى ان انا اشوفه بكره في مركز الجناح عشان ده الطبيعي، ومصطفى محمد اللي فقدناه الماتش اللي فات اتمنى ان انا اشوفه راس حربه عشان هو ده الطبيعي، وناحيه الشمال عمر مرموش وده المكان اللي اكتشفه الراجل. وهنا بالمناسبه هي دي النقطه اللي بقول لك عليها، هو ده المدرب اللي لما تشوف له الحته دي تقول اه ده التوظيف الصح، جبت عمر مرموش ما كانش موجود وظفته في الحته دي، مبروك كسبنا حاجه كويسه، فنطلع نقول مبروك كسبنا حاجه كويسه. لكن تحط لي محمد عبد المنعم فتحمله في اطاقته في ماتش زي ده في افتتاحيه قدام نيجيريا، في لعيبه عماله تجري ناحيه الشمال اللي هي ناحيه اليمين بتاعتنا، ارميه في الحته ديت اكني برميه في النار. الراجل سد الحقيقه يعني سد، بس طبعا كان في مشكله كبيره جدا جدا لانه تحمل ضغط لم يكن يتحمله احد. تعالوا نروح الكاميرون، معانا من هناك زميلنا الهمام حسن غنيمه يقول لنا اخر الاخبار والتفاصيل المتعلقه بمنتخبنا الوطني. يا حسن اهلا وسهلا بك، مساء الفل. من مدينة جروة الكاميرونية برحب بيك يا ابراهيم، وبرحب بكل مشاهدي ام تايم سبورتس في كل مكان. يمكن النهارده بالتاكيد يعني المنتخب الوطني وكل لاعبيه يرفعون شعار لا بديل عن الفوز ومصالحه الجماهير. غدا باذن الله ابراهيم روح جديده داخل معسكر منتخبنا الوطني منذ الصباح الباكر الحقيقه، يعني من صلاه الجمعه كده كل اللاعبين اتجمعوا في المسجد الموجود داخل فندق الاقامه هنا في مدينه جروه الكاميرونيه. والحقيقه النهارده بالتاكيد افتقدنا يعني اكرم توفيق كامام لصلاه الجمعه، واللي حل محله النهارده محمد مدني مترجم كيروش، لان طبعا اكرم توفيق كان مصاب، لكن النهارده بالتاكيد اكرم كان مصمم انه يكون حاضر لتدريبات منتخبنا الوطني النهارده في ملعب سنياج في تمام الساعه 5 من اجل مؤازره اللاعبين. بالتاكيد اكرم واحد من اللعيبه الرجاله اللي بتفرق مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. بالتاكيد بكره هيعود مره اخرى الى القاهره على متن طائره الجماهير اللي هتعود مره اخرى في رحله اليوم الواحد الى من جروه الى القاهره. هيعود اكرم على متن رحله الجماهير من اجل استكمال علاجه مع النادي الاهلي. كابتن وائل جمعه خلص كل اجراءات السفر المتعلقه باكرم توفيق عشان ان شاء الله يعمل العمليه على طول، يعني بعد ما يعمل العمليه هيبدا يتحدد مده غياب اكرم من 6 لـ 8 شهور، نتمنى عودته سريعا للملاعب. لكنه النهارده الحقيقه كان بيأزر اللعيبه من على الدكه كده في ملعب سنياش في لقطه اكتر من رائعه، وكان جنبه كمان المصاب احمد فتوح، يعني اللي مازال بيتلقى العلاج من أجل عودته سريعا في مباراة السودان، لكن طبعا تأكد غيابه عن مباراة غدا. لكن خليني أقول لك يا إبراهيم كمان إن في بقى الروح الجديدة الموجودة داخل معسكر منتخبنا الوطني، اجتماعات مستمرة النهاردة من بعد صلاة الجمعة لحد التمرين بين كيروش والجهاز الفني المصري المصاحب لكيروش. الحقيقة بيحاولوا إن هم يقوموا بدورهم وينقل الخبرات للاعبين، ودور كبير بالتأكيد من كابتن وائل جمعة مدير المنتخب والجهاز الفني المعاون لكيروش كابتن ضياء السيد وعصام الحضري ومحمد شوقي. الحقيقة كلهم بيلموا اللعيبة، وخاصة ان اللعيبة خلاص تعهدوا على مصالحة الجماهير المصرية الغاضبة من الأداء والنتيجة في المباراة الأولى. بالتأكيد عشان كده اللعيبة حاسين الست نقاط اللي جايين ما فيهمش هزار، لازم العلامة الكاملة من الست نقاط بإذن الله. كمان كيروش استشهد في كلامه بالمحاضرات مع اللعيبة، قال لهم انسوا مباراة نيجيريا خلاص دي مباراة للنسيان، ويعني قبل كده في فرق كتير بدأت البطولة بشكل مش أحسن حاجة، لكن بتقدر إن هي تفنش وتاخد البطولة وتوصل لأبعد نقطة في البطولة. وكمان بقى البطولة الأمم الأفريقية هنا في الكاميرون فتح الباب على مصراعيه للمفاجآت، بدأ بداية من تعادل المنتخب الجزائري مع سيراليون، والنهاردة شفنا تعادل المنتخب السنغالي، والحقيقة يعني وشفنا بقى مستويات قوية كمان من منتخب الجابون أمام غانا منذ قليل. وبالتالي الصدارة يعني أي نعم بعدت عننا شوية، ولكن قال ما فيش مستحيل في كرة القدم ومفاجآت كرة القدم، وانتوا شايفين النتائج بنفسكم. كمان النهاردة الساعة 3 بتوقيت الكاميرون كان في مؤتمر
الصحفي الحقيقه حضره كيروش، وكان بصحبته نجم منتخبنا الوطني عمرو السوليه، اللي الحقيقه نفى شائعات كتير جدا كانت بتتردد في الفتره اللي فاتت، واللي اكد انه يعني كل الشائعات بقى اللي بتتكلم على تمرد اللاعبين وضد الجهاز الفني وكل الكلام ده لا اساس له من الصحه. وقال احنا والجهاز الفني، احنا كلاعيبه والجهاز الفني كلنا حاطين ايدينا في ايدين بعض عشان نصلح اللي حصل في المباراه الاولى ونرجع تاني لمكانتنا، لان طبعا مصر هي الاكثر حصولا على بطولات الامم الافريقيه عبر التاريخ، وبالتاكيد الشعب المصري والجمهور المصري متعود دائما وابدا على الفوز بهذه البطوله، بدايه من الكابتن محمود الجوهري ومرورا بالكابتن حسن شحاته. كمان يا ابراهيم خليني اقول لك انه بفضل الله خلاص تم التاكد من سلبيه مسحه كورونا الخاصه بجميع لاعبينا اسوه بالمباراه الاولى، وده اللي عمل نوع من الارتياح والمرونه التكتيكيه لكيروش النهارده، لان طبعا كان حاطط اكتر من خطه في حاله لا قدر الله اصابه اي لاعب بفيروس كورونا. كمان يا ابراهيم خليني اقول لك بقى يعني النهارده يمكن ظهر خلال التدريبات يعني ملامح اللعيبه اللي هيقدر يعتمد عليها كيروش كبدلاء لأكرم توفيق أو أحمد فتوح. من الواضح جدا أنه بنسبة 90% اللي هيكون مكان أكرم توفيق بكرة هيكون عمر كمال عبد الواحد، وخاصة أنه محمد عبد المنعم شارك كبديل لأكرم توفيق في المباراة الأولى أمام نيجيريا، وكان مبرر كيروش في هذا الوقت أنه محمد عبد المنعم من اللاعبين اللي عنده بنية قوية، فكان هيقدر يعني يسد بدنيا كده بالبلدي مع لعيبة نيجيريا، وخاصة أنه باك نيجيريا كان يعني من اللعيبة اللي عندها جسم قوي جدا، فبالتالي محمد عبد المنعم كان هياخد ويدي معاه كده جسمانيا. لكن طبعا ده ما يمنعش أن عمر كمال عبد الواحد بيأدي بمستويات رفيعة المستوى في التدريبات، وفي منافسة قوية جدا مع عبد المنعم مين اللي ياخد مكان أكرم توفيق، ولكن أنا بأكد لك أنه بنسبة كبيرة هيكون عمر كمال عبد الواحد، خاصة بعد تألقه في البطولة العربية. كمان أيمن أشرف ظهر في الصورة كبديل لأحمد فتوح، وخاصة أنه أيمن من اللعيبة الجوكر اللي تقدر بتسد في أكتر من مكان، وبالتالي ده بيعمل راحة بالنسبة للمدير الفني بقيادة كيروش. يمكن النهاردة اللعيبة أدوا مران قوي جدا على ملعب سنياج، استغرق حوالي ساعتين وكان بحضور اللواء مشهور عضو اتحاد الكرة والمصاحب للفريق. كمان يا إبراهيم خليني بقى أطمنك على حالة الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة اللي كان أصيب بكورونا في المسحة الأولى، بإذن الله هو الحمد لله صحته جيدة ولا يعاني من أي أعراض للكورونا تماما، عشان كده بطمن الناس عليه، ومن المقرر إن شاء الله أنه بكرة السبت قبل المباراة هيجري مسحة نتمناها إن شاء الله سلبية عشان يكون موجود معانا على الطيارة من جروة إلى ياوندي العاصمة الكاميرونية عقب انتهاء مباراة مصر وغينيا بيساو إن شاء الله. بالتأكيد الطيارة هتتحرك من جروة إلى ياوندي العاصمة الكاميرونية تاني يوم على طول من مباراة غينيا بيساو، هيكون الحد الظهر إن شاء الله هتتجه الطائرة إلى العاصمة الكاميرونية. خليني أقول لك بقى حالة اللاعبين كمان، يعني النهاردة التمرين شهد تألق لافت للنظر لمحمد صلاح وعمر مرموش ومحمد الشناوي، الحقيقة يعني كان داخل كده يعني في تحدي مع عصام الحضري، تحدي في التمرين، وبالتأكيد ده كان واضح جدا القوة الشديدة جدا ما بين الاثنين، الحضري من مدربين حراس المرمى اللي دايما بتعتمد على القوة والحماس في التدريبات، يعني دايما بنشوف الحضري أول واحد بينزل قبل كل اللاعبين وبيجري حوالين الملعب وكأنه هيشارك في المباراة، وبالتأكيد الحماس ده بيتنقل كمان لمحمد الشناوي حارسنا الكبير اللي بالتأكيد كل الجماهير المصرية إن شاء الله بتعول عليه الكثير في البطولة الأفريقية. كمان شفنا في منطقة نص الملعب كمان شفنا تألق كبير لحمدي فتحي ومحمد النني الحقيقة اللي قدموا النهاردة مستوى قوي. يمكن يا إبراهيم دي كانت معظم الأجواء والكواليس الموجودة هنا من مدينة جروة الكاميرونية، بالتأكيد العودة إليك زميلي العزيز إبراهيم فايق، الكلمة إليك تفضل. حسن بشكرك شكرا جزيلا، وخالص تمنياتنا ليك بالتوفيق ان شاء الله باذن الله مع منتخبنا الوطني، ولقاء الغد بكره ان شاء الله منتخبنا الوطني يقدر يعبر عن نفسه بالشكل والاسم والمضمون اللي احنا دايما بننتظره. زميلنا العزيز حسن غنيمه من جروه من امام بعثه منتخبنا الوطني او فندق اقامه منتخبنا الوطني.
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني ماذا قال في المؤتمر الصحفي اليوم؟ تعالوا نتابع مع حضراتكم وبعدين نعقب ونتكلم. في كرة القدم العالمية لا يوجد شيء اسمه مباريات ودية، ولكن التنافس هو أساس كل شيء، والكل يلعب من أجل الأداء الجيد ومحاولة الفوز وتكون الفريق الأفضل على أرضية الملعب، وهذا ما نحن جاهزون إليه غدا. نحن سنواجه فريقا جيدا ونحن نحترم أي فريق نواجهه، ولكن رغبتنا هي الأداء بمنتهى القوة، ونسعى للخروج بالنقاط الثلاث وسنستمر في هذا الأداء. بالتأكيد سنلعب المباراة بأسلوبنا ونفرض هويتنا ونبذل قصارى جهدنا لترك انطباع جيد لدى جماهيرنا، لأن المباراة السابقة لم تكن جيدة من طرفنا خاصة في الشوط الأول، ولكن الأمر سيكون مختلفا هذه المباراة. أنا أثق في اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، والأهم هو أن نكون موجودين في الملعب بهويتنا المعروفة واستراتيجيتنا، ولا يهم من نواجه، فنحن الفريق المصري ونحن دائما نسعى لأن نكون الفريق الأفضل. بالفعل تحدثت مع اللاعبين بشأن مباراة نيجيريا ولم أركز على السلبيات فقط، ولكن كانت هناك إيجابيات سنستثمرها في مباراتنا المقبلة أمام غينيا، وسنصحح السلبيات من أجل تطوير أنفسنا، ونحن سنؤدي بشكل عظيم في المباراة المقبلة لأن النقاط الثلاث هي هدفنا. وأريد هنا أن أكون صادقا مع اللاعبين والجماهير، إن مباراة نيجيريا كانت مزيجا بين السلبيات والإيجابيات، فنحن قد خلقنا فرصا وأتيحت لنا فرصة التعادل على الأقل، وما سأقوله ليس للنيجيريين ذنب فيه، وهو أن الحكام لم يقوموا بعملهم ولا حتى حكام الفار، إن الأمر لم يكن عادلا تماما وغير مفهوم. وهنا أنا لا أعطي أعذارا أو شرح للأداء السيء في بداية المباراة، ولكننا لو كنا سجلنا ضربة الجزاء التي لم تحتسب كنا سنتعادل على الأقل، ومع الدقائق المتبقية ونحن مسيطرون على المباراة كان لدينا فرصة للخروج بالفوز من هذه المباراة، لكن هذه هي كرة القدم وهذا أمر أصبح من الماضي. للأسف مش مقتنع بكلام كارلوس كيروش حقيقة، مش مقتنع بأنه هي دي الأسباب بتاعتنا، مش قادر أقتنع أنه إحنا كان عندنا فرص وإن إحنا كنا مسيطرين، مش عارف أنهي مباراة اللي إحنا كنا مسيطرين عليها وأنهي فرص وأنهي، يعني أتمنى أنه يكون التصريحات دي كلها من قبيل الاستهلاك الإعلامي للتعبير عن أي حاجة غير أنها تكون بتعبر عن الواقع الحقيقي. الواقع الحقيقي أن إحنا أكلك بمنطق بصراحة، يعني بأمانة ودي قناعاتي أنا، إحنا نبوس إيدينا وش وظهر شعر ودقن ان احنا طلعنا مغلوبين واحد كده بامانه، وما كانش هينفي الجول اللي كان الراجل بيتكلم عنه لو لينا ضربه جزاء ما كانش هيخلينا نارنا بردانه، يعني فلانه الناس كلها تبقى فاهمه انه حتى لو انت كنت اتعادلت كانت الناس هتقول لك ما انت كنت سهل قوي ان انت تكسب في ان انت تحط اللعيبه في اماكنها. ففكره انه في حاجه كانت المفروض تتعمل ليها علاقه بالتحكيم انا مش بقول ان هي لا مش المفروض، يعني ماشي، لكن في نفس الوقت احنا ما عملناش حاجه نستحق عليها اي حاجه، ما عملناش، وهنا ما عملناش دي مش عايده على اللعيبه، مش عايده على ولا لعيب في الملعب ولا لعيب في الملعب، وبشوف لعيبتنا عمرها ما كانت مقصره، وبشوف لعيبتنا وهنا التقصير مش ملوش علاقه بتنفيذ التعليمات، تنفيذ التعليمات ده استيعاب وقدرة على التنفيذ فليه علاقة بالتركيز، لكن تقول لي لعيب عندنا في منتخب مصر مقصر، ما عندناش حد بيلبس الفانيلة، ما عندناش، احنا في طبيعتنا احنا كمصريين ما عندناش حد بيلبس فانيلة منتخب مصر بيكون متخاذل، ما عندناش الشخصية دي، لكن احيانا بيبقى عندنا الظروف اللي حصلت فيها الماتش دي. اتمنى ان شاء الله بإذن الله انه ظروفنا تبقى افضل الماتش اللي جاي، وبرضه تاني وتالت مش مقياس، هنلعب ماتش حلو ونطلع نتكلم ان احنا عملنا ماتش حلو وجامدين وكويسين وحلو وبتاع، بس مش هنكتفي عشان احنا عايزين ماتش السودان ونكسب ماتش السودان ان شاء الله باذن الله، ونطلع ونتكلم وكنا حلوين وجامدين وهو ده الشكل اللي احنا عايزينه وهو ده الطريقه وهو ده وهو ده، وبرضه مش هيبقى دي مش هنستكفى كره كده، هنستنى لحد ما نلعب دور ال 16 ونتفرج على نفسنا في دور، انا عن نفسي مستني دور ال 16 ان شاء الله باذن الله. طيب واحد من ضمن اللعيبه المقاتلين اللي عرض لكم لقطه دلوقتي ما فيش حد هيختلف، أكرم توفيق لعيب بيحبوا المنافس ويحبوا التيم اللي موجود فيه عشان بيحترم قوي اجتهاده. أنا عن نفسي
بحترم جدا جدا أكرم توفيق، بحترم اجتهاده في الملعب، انه مركز طول الوقت 100%. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها ديت هي لقطات وصول أكرم توفيق لملعب التدريب عشان يكون موجود مع باقي زملائه، وكلام ما بينه وبين الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني، ومعاه فتوح. بالمناسبة احنا كنا انفردنا هنا بخبر انه فتوح مش سليم، وقلت لكم لو مش سليم مش هيلحق المباراة، وأيمن أشرف، فاتضح ان هو الراجل بعد شوية بدأ يشتكي فخرج ونزل مكانه أيمن أشرف. فأكرم زعلت الناس كلها عليه، بس بشخصية الراجل ده، شخصية الراجل ده اللي هو المثابر المكافح المجتهد اللي بيلعب في مركز غير مركزه، أكرم مش باك يمين، أكرم نص ملعب جامد جدا جدا سوبر يعني، بالشخصية ديت اللي خلت الناس كلها بقت مقتنعة وحاسة بالفقدان عشان الراجل ده مش موجود في ناحية اليمين، الشخصية دي أنا واثق إن هو عنده القدرة على إنه يرجع بسرعة إن شاء الله بإذن الله، واثق في روحه وواثق في إمكانياته، وإن شاء الله ما بقتش زي بتاعت زمان اللي بتغيب كتير عن الملعب. عيلة توفيق كلها عيلة مميزة، من اول عبد العزيز توفيق اللي كان لعيب جامد جدا جدا الحقيقه، وتالق بقميص انبي وتالق بالعديد من قمصان الفرق المصريه، وصولا لاحمد، مرورا باحمد توفيق، ووصولا الى اكرم توفيق. انا معايا الشقيق الاكبر على التليفون كابتن عبد العزيز توفيق. كابتن عبد العزيز اهلا وسهلا بيك، مساء الفل حبيبي يا كابتن مصر، اخبارك ايه؟ طمني عليك. كله تمام يا كابتن مصر حبيبي، كابتن كويس. طيب اطمن منك على اكرم، واعرف اول مكالمه هاتفيه حصلت ما بينك وما بينه كانت امتى، والدنيا ماشيه ازاي حس التجهيزات من بعد الاصابه؟ هو طبعا انت عارف طبعا كان لما كان يعني لما شفنا الوقعه بتاعته كلنا اتصدمنا، بس طبعا الحمد لله. هو انا كلمته على طول بعد الماتش، على طول بعد ما خلص الماتش كلمته، فهو كان بيمشي على رجله عادي وبتاع، بس هو ما كانش يعرف ان الامور هتوصل ان هي تبقى رباط صليبي يعني. هو عدى اول يوم لان ما كانوا حاجزين في مركز عشان يعمل اشعه، فعمل الاشعه تاني يوم وطلع في الاشعه ان هو عنده رباط صليبي. بس فاكرم طبعا انت عارف الحمد لله يعني عيلتنا كلها عندها اصرار وعزيمه، دوت بنفضل قاعدين عشان الاصابه مثلا تطول معايا والكلام ده، ومقتنعين الحمد لله بقدر ربنا. فهو اكرم ما شاء الله جسمانه كفخاده والكلام ده في العضل، فده كله هيساعده ان هو يرجع بسرعه، لان برضه عضلاته الاماميه ما شاء الله، الاماميه الرجل كويسه ما شاء الله. طبعا انت فاهم كلامي ده يا كابتن ابراهيم، ده لعيبه الكوره هم اللي يعني عارفين ده يقدر يرجع بسرعه وما يرجعش بسرعه. فاكرم ان شاء الله باذن الله، انا بقول لكل الناس مفكره ان هو يقعد 6-7 شهور، اكرم ممكن تلاقيه 3-4 شهور رجع الملعب، وانا واثق بكده ان شاء الله باذن الله. وهو انت قلت كلمه يا كابتن، حبب الناس كلها فيه سواء منافسين او ان هو اكرم النوعيه المتدين جدا. ايوه هو ما بيسيبش فرد على المصحف في ايديه، وهو ربنا يديله الابتلاء ده ويحبه ويشوفه هيعمل ايه. بس فان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله اكرم يرجع للملعب يشوفه تاني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي انت يعني بحكم ان انت كنت لعيب كبير ومريت بظروف كتير في الملعب شبه كده، هل توقعت ان الاصابه دي تبقى رباط صليبي ولا لا، وانت بتشوفها زيك زينا كده لاول مره في الماتش؟ عايز اقول لك انا يعني انا اتصدمت، لان انا يعني الوقعه ولا الكلام ده يعني يحسسك ان هي توصل لرباط صليبي يعني. وانت بتبكي ولا انا بيتهيأ لي ولا الصوت بيقطع ولا ايه؟ لا يا حبيبي انا سامعني كده يا كابتن. كده سامعك كويس، ان الصوت بيقطع واضح ان صوتك مغشلق، فلو ما الصوت مغشلق غير معاك الموضوع خالص، ما خلاكش تبقى متضايق. ها لا حبيبي يا كابتن، لا هو القصه ان هو اكرم الوقعه اصلا بتثبت ان هو عنده رباط صليبي.
يعني حتى بعد الماتش كمان هو ماشي على رجليه عادي، ما كانش عارف ده. انت طبعا انت عارف اسبابه ايه، انت لما اللعيب بتبقى عنده العضلات الاماميه عنده بتبقى قويه شويه بتشيل من الركبه، فما يحسش ما يحسش بالقطع في الرباط الصليبي، الا لو واحد مثلا بيبقى عنده مشاكل في الاماميه بتبقى ضعيفه شويه، ده اللي ما بيقدرش يتحرك على طول بعد القطع في الرباط الصليبي، ما يحسش بيها، او لما تبرد الاصابه على طول ما يحسش بيها، ما يقدرش يتحرك، تبقى العمليه صعبه بالنسبه له. غير لما يكون واحد ما شاء الله بنيانه والتشريح بتاعه وعضلاته الكبيرة أكتر جاية في المنطقة بتاعة العضلات الأمامية، فأعتقد دي ساعدته وهتساعده إن شاء الله بإذن الله كمان في التأهيل والتجهيز بعد العملية. هو ده الكلام اللي احنا بقولناه في أول الكلام يا كابتن، هو عشان ما شاء الله يعني عنده قوة وعنده عضل قوي شايله كويس، كان ماشي عادي، اللي هو ما اللي يشوفه يقول إن ما فيش مصر، فدي برضو هتساعده كتير جدا لأن هو بإذن الله يرجع بسرعة بإذن الله. وأكرم مش محتاج بقى خلاص إن هو خلاص يخش جوه الناس اللي هم الكبار، لا هو دلوقتي ثبت نفسه للناس كلها، صحيح، وكل الناس عارفة مين أكرم توفيق، فهو إن شاء الله بيدوس بقى على الحتة دي علشان يلحق اللي هو عمله، يعني ان شاء الله يكمل عليه، يكمل على اللي هو عمله. طب عايز اسالك سؤال، هو هيرجع امتى مصر وهيعمل عمليه فين؟ هو لحد دلوقتي هو راجع بكره، يعني هو راجع بكره السبت، راجع بكره ان شاء الله. بنسبه 90% يبقى المانيا ان شاء الله، فبنسبه 90% هيبقى المانيا ان شاء الله باذن الله. طيب حالته النفسيه في اخر مكالمه انت اتكلمتها معاه كانت ايه يعني، او ايه طبيعي يا كابتن؟ متضايق اكيد، ده يبقى متضايق جدا وزعلان جدا، ومش يعني مش دعاني على قضاء ربنا، بس هو كل ده قاله ان هو وصل لفورمة او مستوى يعني ما شاء الله كان وصل لحاجة كبيرة جدا، كان بيفكر في الكورة زي دي ان ربنا ممكن يكرمه بعاد احتراف كويس، ناس يتكلموا عليه كتير وناس بيكلموه كتير، فهو طبعا كان عايز يشوف نفسه في حتة احتراف في بطولة زي دي، بس هو ده قدر ربنا. كان جاله عروض احتراف كتير الفترة دي، كان جاي له عروض كتير ما شاء الله اكرم، فهو بقى النقطة اللي بتخلي الواحد مثلا ايه يبقى متضايق ان هو خلاص وصل لحاجة كويسة قوي والمستوى بيتطور من ماتش لماتش، صحيح، فبيجي مرة واحدة يقعد أربع خمس شهور، فدي دي اللي بتضايق يعني. صحيح. دوريات كبيرة اللي كانت جاية لأكرم ولا لأ؟ ولا دوريات ايه؟ هي فعلا يا كابتن جاله فرق، يعني ما أنا لما سمعت الأسماء اتخضيت. ايه تقدر تقول لنا؟ مش مصدق، أنت فاهم؟ أسماء زي ايه؟ زي فرق ايه؟ هي فرقة كبيرة وخلاص مش ينفع كلام فيها دلوقتي، اكيد النادي الاهلي عارف كويس مين يتكلم على اكرم في اوروبا. في اوروبا احنا بنتكلم في اوروبا. فرق دوريات، دوري انجليزي مثلا ولا دوري اسباني؟ انجليزي. دوري انجليزي. فرق من الفرق اللي في الاول ولا الفرق اللي في النص؟ فرق من الفرق اللي في الاول الجدول. اللي في اول الجدول ما شاء الله. طيب من واحد لخمسة يعني. من واحد لخمسة، فرق من الواحد لخمسة، ماشي ماشي الكلام. هو وصل يعني حاجه كبيره جدا، فهو دي بيزعل بقى كابتن ابراهيم ان هو الواحد كان نفسه يكمل المشوار، يعني ما هيكمل المشوار ان شاء الله باذن الله. هو باذن الله هو اكرم، انا عارف، انا بقول لكم افتكر الكلام ده كابتن. على فكره قبل الماتش كان في حد بيسجل معايا هنا في الكافيه اللي عندي، مش عايز اقول لك ان انا قلت لهم المنتخب هيتغلب وهيتغلب 1-0 وهيبقى اداء سيء جدا وحاجات كتير جدا. ليه بس كده؟ ليه كنت قبل الماتش والله ليه يا كابتن؟ ليه احنا ايام ما كنا في المنتخب مع كابتن حسن شحاته، ايوه، قلنا احنا يعني مش هقول لك بقى مدرب والكلام ده، لا، كابتن حسن كان له كاريزما مخلي الناس كلها كلاعيبه روحها على البلد قبل ان هو بيلعب باسمه. الحاجه الثانيه منتخب دي لما كنت تسمع النشيد بتاع الجمهوريه كان جسمك يقشعر، مش زي دلوقتي يعني انا شايف الماتش اللي فات لا مبالاه غير طبيعيه، ولا حد عنده روح، حد عنده قلب ان هو خايف على الفانيلا اللي هو بيلعب بيها، مع احترامي للكل، يعني مع احترامي لكل الاسماء، كل الاسماء يعني اصدقاء ليا واخواتي، بس مع احترامي لكل الاسماء. بس انت شايف ان هو ده السبب ولا السبب التوظيف الاغلبه غلط للعيبه في مراكز غير مراكزها يا كابتن عبد العزيز؟ كابتن مصر احنا كنا لعيبه كوره وانت اكتر ناس فاهم يعني ايه لعيب كوره. مع احترامي مفيش حاجه اسمها عشان ده ما بيلعبش هنا وده بيلعب هنا،
هو في الاول والاخر مفيش واحد بيلعب في مركزه. عندك يا كابتن انا باحترامي قفشة فيه، طارق حامد فين؟ الناس دي فين؟ مع احترام محمد شريف مكسر الدنيا في الاهلي وبيلعب مهاجم، بيلعبوا وينج ليه؟ طيب انت بتاكد على كلامي اهو. ايوه بتاكد كلامي انه المفروض يبقى في توظيف صح للعيبه. الباك رايت اللي نزل لانه والله يعني حاجه عبد المنعم ده محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم انت واخد اكرم توفيق وعمر كمال. ايوه بتلعب عمر كمال الباك رايت، ما تنزل الراجل اللي بيلعب باك رايت. يعني انت متفق فكره التوظيف، هي التوظيف، ما انا بقول لك التوظيف عجز، قلل من الامكانيات بتاعه اللعيبه. طيب انت ماتش غريب بصراحه. طب انت قلت انت توقعت ان احنا نتغلب 1-0 وهنلعب ماتش وحش، طب ما تكمل توقعاتك معانا، نكسب بكره ونكسب السودان. بص يا كابتن ماتش بكره انا بقول لك لو ما هاجمناش من اول الماتش لا قدر الماتش يطلع تعادل. قلبي انا بقول لك يا كابتن اهو من دلوقتي وافتكر الكلام بتاعي، لو هم مش من اول الماتش يعني انت عارف اللي بيهاجم من الاول يا كابتن وبيركب الماتش من الاول خلاص انا سيطرتها، حتى نفسيا اللعيب بيحس ان خلاص انا راكب الماتش. انما يعني الماتش اللي فات احنا كنا بكام كره للجول، يعني انا سامع كلام يا كابتن ويقول لك ان احنا كنا ممكن نتعادل وفرصه ما حصلش اعتبرها تصريحات من قبيل الاستهلاك الاعلامي. ما حصلش، انا وانت والناس كلها عارفه ان هو ما حصلش. نفس الكلام ده يا كابتن اللي انا قلته، قلت احنا ما رحناش الماتش اصلا. طب هنروح بكره ولا لا؟ اديني توقع بقى طالما الدنيا. انا قلت لك اهو بس بعد الماتش افتكر وكلمني. الماتش هيخلص بكره التعادل هتشوف. قلبي والله بكلمك يا كابتن، اداء المنتخب هم دلوقتي يعني نفسيا مع اللعيب اصلا احنا حاسين بالكلام ده عشان خسر يعني من فرقه كبيره. طب احنا بكره بتدمر. طب احنا بكره هنكسب. طيب ادي رهان انا وانت وبعد الماتش بس تعالى بقى، ده انت جيت في ملعبي، دي اكتر حاجه انا بعملها وبكسب فيها الرهانات. تعالى بقى. طيب لا يا باشا صعبان التوفيق. تعالى بص ده ملعبي، انت ما سمعتش عني. بكره هستنى تليفونك. لا انت ما سمعتش عني، انا مفيش رهان بدخله بالصلاه على النبي، قصدي بكسبه قصدي بخسره، مفيش حاجه يعني، ركز معايا. طب احنا تراهنا وهنشوف بكره، واللي انت هتطلبه انا جاهز. ماشي خلاص، انا هطلب حاجات كتير بس اما نشوف، بس انا وانت تراهنا. انا بقول لك منتخب مصر هيكسب بكره ان شاء الله باذن الله، وهنعمل اداء كمان كويس جدا، كمان كويس جدا يا مسهل. او كويس عشان ما نبالغش. انا قلت برضه وانا هفتكر اللي انت قلته انها خلصت، هتخلص تعادل. يا كابتن عبد العزيز انا بشكرك شكرا جزيلا، مساءك زي الفل، وان شاء الله باذن الله نطمن على اكرم توفيق. كابتن عبد العزيز توفيق كان من اللعيبه اللي انا حقيقه بحبهم جدا وبستمتع بيهم بادائهم في كل الفرق اللي كان بيلعب فيها في الدوري او في منتخب مصر، عنده وجهه نظر مهمه. اطمننا على اكرم توفيق وعرفنا ان شاء الله باذن الله راجع بكره، وقال لك بنسبه 90% العمليه عملها في المانيا، وانه ان شاء الله باذن الله مش هياخد وقت طويل في العوده، 3-4 شهور بالكثير قوي ان شاء الله باذن الله. هو عنده الروح اللي تخليه يبقى كده، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله انا متفائل بدا اكرم يكون موجود ان شاء الله قريبا جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. تعالوا نشوف تصريحات عمرو السوليه نجم منتخبنا الوطني وكابتن فريق منتخبنا الوطني، وبعدين نرجع نكمل كلامنا معاه. اللي عايز يتراهن معايا يتراهن، ما عنديش مشكله. داخلين كمان شويه في الفقره بتاعت ملوك التحليل، اللي عايز يعلق معايا يعلق، ده ملعبي. صح يا عم رجب؟ صح يا عم رجب؟ صح يا عم فكري؟ اتراهنتوا معايا كام مرة؟ عمري كسبت حاجة؟ بس أنا هكسب بقى بكرة إن شاء الله بإذن الله. نشوف عمرو السوليه ونرجع نكمل كلام. في الأول أنا جاهز طبياً وبدنياً، الحمد لله رجليا كويسة. قرار المشاركة ده بيرجع للمدير الفني. أنا جاهز إن أنا ألبس تيشيرت منتخب مصر وأدي وأطلع أقصى حاجة عندي، وإن شاء الله اللعيبة كلها على قلب رجل واحد، إن إحنا إن شاء الله بكرة نمحي الصورة بتاعت المباراة اللي فاتت. تعلمنا من الماتش اللي فات، خلاص صفحة واتقفلت، وإن شاء الله من بكرة إن شاء الله تبقى بداية جديدة، الناس كلها تشوف منتخب مصر بصورة مختلفة إن شاء الله. زي ما قلت قبل كده، احنا طبعا اللعيبه كلها يعني لو الشعب المصري كله طبعا حس بالزعل من المباراه او الخساره، فاحنا يعني اكتر منهم حاسين بالزعل والضيق من المباراه. زي ما قلت بعد الماتش خلاص صفحه واتقفلت، هنتعلم من
من السلبيات اللي عملناها نحاول ان احنا ما نعملهاش تاني، نحاول ان احنا نقف على رجلينا تاني من تاني يوم بعد الماتش، نحاول ان احنا نتمرن نصلح الاخطاء بتاعتنا. عندنا فرصه تانيه بكره ان شاء الله ان احنا نصحح الصوره بتاعت المباراه اللي فاتت. عندنا مباراه بكره ان شاء الله بثلاثة بونت، ان شاء الله نقدر نعمل اداء كويس يسعد الشعب المصري ونتيجه ايجابيه ان شاء الله، وبعد كده نفكر في المباراه اللي بعدها. لا ما كانش في مشكله ولا حاجه، هو المدير الفني كان شايف ان الاوضه صغيره شويه ان هو يقدر يكلم اللعيبه كلها مع بعض، كان المكان ضيق فكان حابب ان احنا نروح مكان اوسع شويه عشان اللعيبه تبقى قاعده براحتها ويقدر يوجه لهم الكلام اللي هو عايز يقوله بس مش اكتر. لا زي ما انت عارف يعني الشعب المصري شعب عاطف شويه، ففي ناس بيبقى ليها مصالح شخصيه وقت الخساره او وقت ان احنا ما بنبقاش كويسين ان هم يطلعوا ويألفوا حاجات من دماغهم، ده طبعا كلام عيب جدا. يعني احنا منتخب مصر، منتخب مصر حاجه كبيره واللعيبه اللي موجوده كلها لعيبه محترمه ولعيبه عارفه قيمه منتخب مصر كويس، فالكلام ده يعني عيب ان حد يقوله، او حتى اللي بيقول الكلام ده هو مش مصدق الكلام ده. فاحنا كلعيبه احنا ما بنقراش اي حاجه من الحاجات دي، بعدين نفسنا تماما عن السوشيال ميديا، اي حاجه سلبيه ما بنبصلهاش، مركزين في شغلنا بس وفي تمريننا مع المدرب، بنحاول نصحح الاخطاء بتاعت المباراه اللي فاتت، نحاول ان احنا نكون احسن يوم بعد يوم، ودي الاهم. اي حاجه سلبيه كانها مش موجوده. حقيقة كلام مهم جدا، فكره الحديث عن تمرد لاعبي منتخبنا الوطني وكلام من هذا القبيل هو يعني حاجه كده خزعبليه، يعني حاجه خزعبليه. تاني وتالت ورابع الكلام اللي قاله عمرو السوليه واكد عليه بدل المره مليون مره، ما عندناش النوعيه دي من اللعيبه، لا عندنا الطريقه دي ولا عندنا الاسلوب ده طول عمرنا عندنا في منتخب مصر. الاحترام والتقدير لاي ما يكون المدير الفني والجهاز الفني بالكامل ولكل المنظومه الكرويه والرياضيه، ما عندناش احنا النوعيه دي، لا عندنا تاني لا عندنا النوعيه المتخاذله ولا عندنا النوعيه اللي بتتمرد ولا الكلام اللي من هذا القبيل. يعني ساديو ماني نجم نجوم العالم، واحد من المتألقين في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، كان هذا حديثه اليوم اللي بيهاجم في البطولة بعد تعادل النهاردة السنغال في مباراتها في البطولة الإفريقية أمام غينيا. تعالوا نتابع مع حضراتكم ساديو ماني قال إيه ونرجع نعلق على الكلام. كما تعلمون حصلنا على نقطة ولا مشكلة في ذلك، إنه أمر يسعدنا وهذه هي كرة القدم. كما كنت أقول للتو في المؤتمر لم تكن هذه أفضل مبارياتنا وأنا أعترف بهذا. المباراة كانت معقدة بالفعل، ولكن يبقى الأهم لنا هو أن نحقق الانتصار الثاني وأن نستعد للمباراة المقبلة. نعم مقارنة بسياق الأحداث المباراة فقد حققنا نتيجة جيدة، كما تعلمون وكما قلت سابقا ليس منطقيا ما يحدث في هذه البطولة، ولكنه شيء يدعو للبؤس. يجب الاعتراف بهذا، أن نلعب مباراتين متتاليتين في نفس هذا التوقيت بينما فرق أخرى لم تلعب في نفس التوقيت، فهذا بؤس، وأرى أنهم قاموا بترحيل مواعيد مباريات بعض الفرق. إذن لا يوجد إنصاف في المعاملة، السياق العام يوحي بأنه لا يوجد شفافية في التعامل، ونحن غير سعداء بهذا على الإطلاق. كما أن أرضية الملعب جافة ولا يوجد مياه، على أي حال هذه ليست أعذار ولكنها أشياء بحاجة للتعديل. كما قلت سابقا هذه فترة صعبة بالنسبة لنا، نعترف بذلك، وهذا جزء من كرة القدم. سوف نحاول الخروج من هذه المرحلة بأفضل ما لدينا من وسائل، لأننا أولا وأخيرا مجموعة متكاملة، ولأننا نحن السنغال فلا يمكن أن نتحدث عن تأثير غياب عنصرين أو ثلاثة حتى لو كانوا بالفعل مهمين، وعلينا العمل بما هو متاح. اللهم لك الحمد، اخيرا حد قال كلمه انصاف، هو مش قاصد بيها انه يتكلم على البطوله اللي مصر نظمتها هنا، اكيد هو بيتكلم على البطوله ديت، بس هو امر يؤكد شيء انا قلته لكم من اليوم الاولاني. اي مقارنات من اي نوع لبطوله الامم الافريقيه ديت وتنظيمها ببطوله الامم الافريقيه اتلعبت في مصر هو شيء من قبيل الخيال يعني، ومش كلام حتى كمان. فكره المقارنه صعبه، انت بتصعبها على الناس قوي. بمناسبة المقارنة وبمناسبة بطولة الأمم الأفريقية، لأنه أنا في اليوم ده إحنا كنا شغالين برنامج الجمهور التالتة كان أجازة، حصل في ماتش تونس ومالي ده يا جماعة فيلم كرتون حقيقي يعني أنت بتتابع فأنت مش مصدق. هو أنتوا يا جماعة هي دي كاميرا خفية؟
هو انتوا عاملين فقره جديده في بطوله الامم الافريقيه مسمينها الكاميرا الخفيه مثلا واحنا ما نعرفش مخبيين علينا مثلا حكم يصفر في الدقيقه 85 الدقيقه 85 اخوانا وبعدين بعد ما يصفر في الدقيقه 85 الناس تيجي تقول له خد بس احنا حاجزين قبل احنا نازلين وربع يا عم الحاج خد تعال احنا لينا وقت يا عيني هيتجننوا واحنا دافعين على فكره خد تعالى ايه ده فكرك بتيجي تلعب خماسي فيجي الراجل يقوم جاي مصفر لك كده واحنا حجز الخماسي بيخلص فنقعد نتحايل يقول له طب كوره طب جون طب اللعب على جون فالناس جريت عليه عيني بتوع تونس مش مصدقين ولا احنا عمالين نصدق ولا حد مصدق ولا اي حاجه مشهد هزلي كرتوني من الكاميرا خفيه انت مستني يطلع في الله يرحمه الاستاذ ابراهيم نصر في اخر اللقطه ديت تلاقي انفخ البلالين انا مفيش ولا بلالين ولا نجاتي في الموضوع انت مستغرب بجد يا جماعه فبعدين الناس اعترضت فراح رجع وكمل الماتش فراح مصفر تاني في الدقيقه 89 كرتون وراح مصفر وبعدين راسه الف سيف لا الماتش كده خلص يعني خلص وراح واخد بعضه وراح داخل وراح داخل اللعيبه بعدين قالك لا بس استنى الناس بتمشي والناس اللي قدام التلفزيون بتمشي وكله مشي بقى خلاص قالك لا الماتش هيتلعب رجعوا اللعيبه فالاول اللعيبه بتاعت مالي قالك لا احنا معلش اللعيبه نزلت المغطس نزلت البراميل فخلاص فمش هينفع نطلع عشان دخلوا على الريكفري فخلاص هيرجعوا اللعيبه بتاعت مالي فاللعيبه بتاعت تونس خلاص قالك المشكله عند بتوع مالي فخلاص اللعيبه بتاعت مالي راحت نازله اللعيبه بتاعت تونس قالك لا ما احناش نازلين ليه يا عم قالك لا ما في المغطس كرتون يا جماعه كرتون انا لو من الناس في تونس انا لو من الناس انا لو من الاتحاد التونسي عظيم بيمين ثلاثة للماتش يتعاد انا قتيلك الماتش ده هيتعاد يعني هيتعاد وعجبني جدا ان هم بصراحه ما نزلوش الماتش مش تستخدم دماغك بقى واستخدم وانا الحقيقه مش لاقي لها يعني مش انا اللي مش لاقي لها الناس كلها مش لاقي لها لا توصيف ولا حته في القانون اجيبها منين ادور عليها فين في قانون الكره الاقيها الكلام اللي حصل ده مش هتلاقي فطبعا ده على فكره المشهد الهزلي الكرتون احنا بنقوله كده واحنا عمالين بنضحك بس هو طبعا حاجه تنقط يعني انا مش متخيل مثلا لو ده بيحصل معانا في منتخب مصر كنت قمت رشقت دماغي في الحيطه مثلا بس هي الفكره مش في كده هي الفكره في ايه ان انت متخيل انه ده بيحصل بجد في بطوله العالم كله شايفها انت متخيل ها سمعه القاره الافريقيه على المحك يا جماعه بسبب التحكيم يا جماعه اتفضحنا يا جماعه شكلنا بقى وحش قوي يا جماعه التحكيم في افريقيا بقى كارثي مفيش حد في العالم دلوقتي ما بيبصش للتحكيم في افريقيا على ان هو يعني شكلنا بقى وحش قدام الناس كلها فمش فكره ماتش تونس هو عارف انت ربك بيسبب الاسباب عشان تبان هنا فيها اهي مشاوره ايه الحته دي هي دي اللي محتاجه تتغير هي دي اللي محتاجه تتنسف وقيس على كده كتير الحقيقه يعني فوالله كان الله في عون التوانسه اقسم بالله كان الله في عونهم الاشقاء التوانسه بعد المباراه ديت حاجه يعني وانا لو منهم ما ارجعش ارجع اعمل ايه ارجع فاضل 3 دقايق ارجع اعمل ايه وانا مش هرجع اعمل اي حاجه الحكم بوظ الماتش فخلاص بقى باظ الماتش ان الراجل نفسه الناس يقول لك ايه تعبيرات وتفسيرات انا يا عم مش عايز افهمك يا عم انا مش عايز افهمك يا عم تعبان يا عم شارب حاجه ما تجيش الماتش تعبان ما تجيش الماتش بقى ليك اي قصه مش قصتي انا مالي انا وانا اقعد اشرح قصه حياتك ليه وافهم قصه حياتك ليه مشكلتك ليك انت يا عم انا مالي تعبان اصله كان عنده اصله كان سخن اصله ما انا ماليش دعوه ما تلغوا الماتش ما تلعبوش ده احنا لو بنلعب على تيشيرتات وكور مش هيبقى كده مش قصتي يعني يقول لك اصله كان تعبان وتحمل انا مالي انا لا انا طلبت منه ان هو يتحمل ولا طلبت منه ان هو يلعب عادي يعني مش جاهز شوف لنا حد تاني وانا بصراحه شاكك في القصه دي كلها على بعضها يعني شاكك ان هو كان في كامل قواه العقليه تصرفات غريبه جدا في الملعب غريبه جدا بس انا بقول لك انه ده التعبير الحقيقي عن التحكيم في افريقيا اللي انت شفتوه ده مع كامل تقدير بقى واحترامي لاي حد يقول اي حاجه تانية غير كده شوف يا سيدي الماتشات النهارده نتائجها كانت كالتالي في كاس الامم الافريقيه السنغال اتعادلت مع غينيا 0-0 والمغرب فازت على جزر القمر 2-0 ملاوي فازت على زيمبابوي 2-1 والجابون خلص الماتش ولا ايه الجابون تعادلت مع غانا 1-1 اكيد يا شباب ماشي اكيد على بركه الله
ده في النتائج بتاعت الماتشات. بكره ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب، بكره ان شاء الله باذن الله نيجيريا والسودان الساعه 6 ومصر وغينيا بيساو ومصر الساعه 9 مساء. ان شاء الله باذن الله نكون موجودين هنا واحنا بنتكلم معاكم ومنتخبنا الوطني كسبان والدنيا فايقه والدنيا رايقه والامور كويسه. بمناسبه التحكيم تعالوا نطمن على حكامنا المصريين في البطوله ونقول لكم الدنيا ماشيه ازاي برضو في الانفوجراف اللي هنعرضه لحضراتكم، نعرف الحكام بتوعنا عاملين ازاي. كابتن محمود البنا بحسب بقى قالت اذاعه موزايك التونسيه قالت انه البنا هيحكم ماتش تونس وموريتانيا. اطمنكم على حاله الحكام بتوعنا قدام حضراتكم اهو على الشاشه. اتعافى البنا خلاص من الاصابه بفيروس كورونا، والتقارير التونسيه قالت انه هيتم الاستعانه به كحكم لمباراه تونس وموريتانيا يوم الاحد اللي جاي في الجوله الثانيه من دور المجموعات ببطوله امم افريقيا. اللي بعده امين عمر ادار مباراه بوركينا وكاب فيردي في الجوله الثانيه من دور المجموعات، انتهت المباراه بفوز المنتخب البوركيني البوركينافي بهدف دون مقابل. شارك في اللقاء مع امين عمر ابو الرجال كمساعد اول، كما تواجد كمان محمود عاشور كحكم لتقنيه الفار او الفيديو. لم يتعافى حتى الان احمد حسام طه من الاصابه بفيروس كورونا، الف سلامه عليه، ان شاء الله باذن الله يرجع من الحكام المميزين جدا الحقيقه، حكام الرايه المميزين. لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي قررت استدعاء الحكمين محمد معروف واحمد الغندور للمشاركه في البطوله بسبب الاصابات اللي عماله تحصل بفيروس كورونا. طيب عندي نتائج النهارده بطوله كاس الرابطه خلينا نشوفها مع حضراتكم، وعندي خبر مهم جدا عن بدر بنون، عندي خبر مهم جدا عن بدر بنون. بس خلينا اقول لكم كاس الرابطه النهارده ونشوف النتائج وبعدين نروح للاهداف. الزمالك لعب امبي النهارده انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون اهداف. سيراميكا كليوباترا فاز على فاركو 4-2 في مباراه ماراثونيه، كان فاركو اللي تقدم بهدفين وبعدين رجع سيراميكا كليوباترا بعد ما اطرد لعيب من فاركو فبقت النتيجه 4-2. طلائع الجيش وغزل المحله انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ده في كاس الرابطه النهارده. طيب ايه بقى قصه بدر بنون؟ اقول لكم اللي عندي وبعدين اعرض لكم على الشاشه اللي عندي ومن مصادر طبيه. بدر ما عندوش اي اعراض اللي الناس بتتكلم فيها، خلاص انا بقول لك حاجه على مسؤوليتي انا عشان ده اجتهادنا احنا ومجهودنا للوصول لمصادرنا احنا ومصادر طبيه، عشان مش حاط انا ما بفتيش في الطب يعني، انا بقول لك اللي موجود. بدر بنون ما عندوش اي حاجه من الاعراض اللي الناس بتقولها، خلاص، وما عندوش تليف على الرئه. الكلام ده مش صح، ما عندوش تليف على الرئه، الكلام ده مش صح. والقصص بتاعه تعرضه لضيق تنفس حاد وكذا وكذا مش صح. كل ما في الموضوع ان هناك فحوصات روتينيه تم اجراءها في الكاميرون بعد ما اللعيب ما اصيب بفيروس كورونا، هذه الفحوصات روتينية ليست دقيقة بالضرورة اللي الناس بتتكلم عنها بالشكل ده كله. واللعيب هيرجع للنادي بتاعه اللي هو النادي الأهلي وهيجري عليه الكشف الطبي ويتأكد تماما تماما من الكلام اللي بيتقال ده وهو ليس صحيحا على الإطلاق. طيب عندي مصادري وعندي اللعيب نفسه اتكلم على انستجرام وشرح القصه. بدر بنون من قليل قوي قليل قوي لما تلاقي له حاجه. هتقولنا بدر بنون كتب ايه يا شباب؟ راجل كتب ان حالته سليمه وانه بيشكر كل الناس اللي بتتواصل معاه ولكنه مش قادر انه يرد من كم كبير من التليفونات. قال ليس من عادتي اني انزل تفسيرات حول الاشاعات، لكن اود ان اقول ان كل ما يروج في الصفحات من اخبار حول صحتي ملوش اساس من الصحه الحمد لله. فبسبب اصابتي بفيروس كورونا مرتين متقاربه الزمن خلفت مضاعفات تتطلب فقط راحه وعدم بذل اي مجهود لمده تتراوح تقريبا ما بين 3 و5 اسابيع باذن الله. المرجو من الصفحات والصحافه المحترمه عدم نشر اخبار دون التاكد من صحتها، لان مثل هذه الاخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبه للعائله والمقربين. اتمنى تفهم الامر مع احترامي للجميع، دون ان انسى شكر الجميع على تفقدهم لحالتي وصحتي وسؤالهم عني، واعتذر عن عدم قدرتي للرد على جميع الرسائل. ادي القصه بتاعت بدر بنون. طيب عندي بقى من خلال وكيله تظهر لحضراتكم على الشاشه، هنعمل عملنا الهوم ورك بتاعنا من كل حته من مصادر طبيه ومن وكيله، وادي كلام اللعيب. تعالوا نشوف وكيل بدر بنون قال ايه، ده في تصريحات خاصه لينا احنا في جمهور الثالثه. كريم البلك وكيل المغربي بدر بنون
قال كل التفاصيل اللي هتشوفوها دلوقتي حالا. اللي بعده يا شباب، اللي بعده، اللي بعده. قال اللعيب بخير وحالته الصحيه جيده ومتواجد في الكاميرون لمسانده زملائه، والنادي الاهلي تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي واطمأن على حالته، وحصل تواصل كمان مع بدر بنون نفسه. اللي بعده، خروج اللاعب من قائمه المنتخب المغربي كان طبيعي لحاجته لفتره نقاهه سلبيه بعد التعافي من فيروس كورونا، والدليل على ذلك رفض اللجنه الطبيه للكاف مشاركه اوباميانج بالمناسبه النهارده، قال لك بسبب حاجات ليها علاقه بانسجه القلب في لقاء الجابون وغانا رغم تعافيهم من اي فيروس كورونا، لان الكاف لا يريد انه يبقى في اي مخاطر تتعلق بصحه اللاعبين. اللي بعده، قال لك بدر بنون هيكون جاهز في مده تتراوح ما بين 3 ل 5 اسابيع من اجل العوده للتدريبات، واذا كان هناك امرا خطيرا كان الاهلي استدعاه بشكل طارئ للعوده للقاهره، وهو ما لم يحدث بعد الاطمئنان على حالته. بدر بنون معدل التنفس بتاعه طبيعي، ده كلام كريم البلق وكيله، وصحته بخير وكل ما يحتاجه هو الراحة مثلما جاء التقرير الخاص به. ده ما يتعلق بقصة بدر بنون من طقطق لسلام عليكم. فاصل وبعد الفاصل، فاصل وبعد الفاصل أولى فقراتنا المتعلقة باليوم ومعلوماتي. بس قبل ما أروح للفاصل، لاعب غينيا بيساو جيفرسون بيتكلم عن اللقاء المقبل لمنتخبنا الوطني، وبالمناسبة أنا شفت اللقاء يعني، فبيتكلم عن منتخب مصر أنه هو مش منتخب من المنتخبات يعني القليلة، وأنه في محمد صلاح ولكن المنتخب مش كله محمد صلاح، في لعيبة تانية مميزة يعني. فتعالوا نشوف الكلام ومن بعد التصريحات فاصل، وبعد الفاصل مع لو ماتي. بالفعل مصر عندها لاعبين عندهم المقدرة والإمكانية أنهم يحسموا المباراة في أي وقت من المباراة، لكن إحنا طبعا عندنا لاعبين يقدروا يحسموا المباراة أو يفوزوا بالمباراة أمام مصر. باخد الأمور ناحية الإيجابية وما بحبش أتكلم كتير، فالمفضل طبعا أن إحنا نخرج من المباراة بثلاث نقاط، لان الفرقه لما تخرج بصوره كويسه ده بيظهر اكتر حتى كمجموعه وبيظهر الاداء الفردي. قلت لا هكون بكذب، هو لاعب كبيره ومعروف عالميا وعنده الامكانيات اللي كلنا عارفينها وعارفين امكانياته، لكن مصر طبعا مش بس محمد صلاح، في 11 لاعب وفي اللاعبين اللي على دكه الاحتياطي، واحنا كمان عندنا لاعبين وعندنا امكانياتنا، فشايف ان احنا ممكن يكون عندنا فعلا حذر من محمد صلاح، لكن نفكر في طريقه لعبنا الاول. طبعا كنت افضل الفريق يفوز المباراه في الناحيه الفرديه مش مهمه زي الناحيه الجماعيه، لكن انا حاسس شعور جيد وحاسس ان عندي ثقه وشايف ان احنا لازم نكمل كلاعبين على العمل الجيد. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وموجودين لسه معاكم في جمهور التالتة، وبنوصل مع حضراتكم لفقرة الكواليس والمعلومات والتفاصيل، والنهاردة من النادي الأهلي ومن نادي الزمالك. فخلوني في البداية أرحب بنجومنا النهاردة اللي مشرفنا ومنورنا، الأستاذة ريهام حمدي. أستاذة ريهام أهلا وسهلا بيكي. أهلا يا إبراهيم، إزاي أخبارك؟ إيه الحمد لله كله تمام. الحمد لله كله كويس، على السلامة. والله ليكي وحش. الله يسلمك، كنت كمان والله الفقرة وحشتني والبرنامج وحشني. ريهام موجودة معانا النهاردة زي ما مشرفنا ومنورنا النجم بتاعنا الجميل أحمد شوقي أبو الشقة. أهلا وسهلا بك ومساء الورد. مساء الفل يا هيما، أخبارك إيه؟ أخبارك يا صديقي العزيز؟ الحمد لله، أنت كويس؟ البشوش. ربنا يكرمك يا هيما، ربنا يديمها عليك نعمة. اللهم آمين. وشك سمح. ربنا يكرمك. ربنا حبيبي. ربنا يديمها عليك نعمة ويديم عليك التفاصيل الحلوة بتاعت الكواليس. الحمد لله، ربنا يكرمك يا هيما. طب وتفاصيل؟ وتفاصيل احنا غير من بعض ولا ايه؟ احنا تيم واحد. لا طبعا طبعا تيم واحد ولا ايه؟ اكيد طبعا. في واحده اهي، بص خد بالك بقى كده، في حته كده هتبتدي تركز بقى. لا ما اقدرش، لا لا لا. ما اقدرش انا وشوقي واحد يعني. والله وانا مبسوطه اساسا ان هو رجع لنا بالسلامه بعد الظرف اللي مر بيه. لا والله العظيم طيب خلاص ماشي يا ريم، خلاص ما تاخديش الموضوع بجد. والله يعني مبسوط ان انت رجعت لنا بالف سلامه. مع لو باتي. طيب احنا بس حبينا نهدي النفوس في الاول عشان الاثنين يسخن. يا ريهام اتفضلي. لا هنبدا بشوقي. لا ليديز فيرست. يلا احنا دلوقتي ما نقدرش، السيدات يحكموا المجتمع. الفيمينست بقى. الموضوع بقى صعب قوي، النفسيه هبه. لا الموضوع بيبقى صعب. يلغوا لنا الفقر. لا اتفضلي يا استاذ. انا اقل من كده والله. لا مش فيكي. الموضوع مش فيكي. لا مش فيكي. لا السوشيال ميديا مقلوبه علينا ولا حاجه. اتفضلي يا استاذ. الخبر معانا الاولاني عن خطوه اخيره تفصل النادي الاهلي عن استرداد فلوسه من ستوك سيتي. هنفتكر مع بعض الازمه. ياه. ايوه هو ياه.
ستوك سيتي ده برمضان صبحي؟ ايوه بالظبط. هو الاهلي لسه له فلوس عند ستوك سيتي؟ لسه ليه القسط الاخير 2.5 مليون دولار. ياه. اه دولار ولا استرليني؟ لا دولار. دولار دولار. اه اوكي اتفضلي. مش مهم ولا يهمك الاهلي. طبعا انت فاكر القصه ان كان تم فسخ التعاقد مع مسك في عهد الباشمهندس محمود طاهر. وبعد كده طبعا كان في الازمه ان هي رفعت قضيه على النادي الاهلي وتم الحكم ليهم بالحجز على الشركه والزام النادي الاهلي بدفع مبلغ 134 مليون جنيه لصالح الشركه. بعد كده طبعا النادي الاهلي طعن في عهد المجلس الحالي على الحكم ده، بس رجعت مسك طعنت مره تانية، بس طعنين. الطعن الاولاني كان من سنتين واتحكم فيه لصالح النادي الاهلي بالغاء الحكم بتاعه. الاهلي حاول ان هو يسترد الفلوس وبعت الحكم للنادي الانجليزي، لكن ما وافقش الا لما يطلع نتيجه الطعن الثاني اللي تحدد له بالفعل ميعاد يوم 14 فبراير اللي جاي، وده هيبقى الحاجه بقى الاخيره الفيصل. وبنسبه كبيره جدا الحكم هيطلع لصالح الاهلي، هيبقى بنفس الحكم بتاع الطعن اللي فات يعني، ويقدر في الوقت ده خلاص بقى يعني ان هو ياخد الفلوس بتاعته ويدخل شويه فلوس يمكن يعمل لنا صفقه ولا حاجه. صحيح، مهم جدا جدا ده. اه بالظبط. اتفضلي يا استاذ شوقي. بص هيما، هنتكلم عن ملف بن شرقي. خصوصا ان بن شرقي زي ما احنا كلنا عارفين ان هو اللاعب دلوقتي دخل في زي ما بيقولوا الفتره الحره اللي يقدر يمضي فيها لاي نادي. تمام. دلوقتي احنا بنحاول زي ما بيقولوا كان بقى لنا فتره ما اتكلمناش موضوع، بنحاول نوضح للناس الدنيا واقفه لحد فين حتى هذه اللحظه. زي ما قلت قبل كده ان اداره نادي الزمالك كل تفكيرها في الوقت الحالي هي توفر السيوله الماليه عشان خاطر تجدد لعدد كبير من اللاعبين. اداره نادي الزمالك في ملف بن شرقي تحديدا شايفه ان هي تتأنى وترمي الموضوع في زي ما بيقولوا ايه في ملعب بن شرقي. بن شرقي انت عايز ايه؟ بن شرقي انت عايز تجدد ولا مش عايز تجدد؟ خصوصا ان نادي الزمالك كل تركيزه ان هو عايز يحافظ على بن شرقي تحديدا، هو اهم لاعب واهم قطعه في الاجانب. انا بقول لك اهم لاعب في الخمسه الاجانب هو بن شرقي، اي حد تاني ممكن يمس وممكن يمشي اعاره، ممكن ما يتجددلوش. انا بقول لك الكلام ده ماشي. تمام. موقف بن شرقي نفسه، بن شرقي نفسه خد قرار تمام ان هو هيأجل الملف بعد الانتخابات، بعد انتخابات نادي الزمالك اللي هي 11 فبراير. تفكير بن شرقي وفقا للمقربين منه ان هو زي ما بيقولوا هو مش عارف مصيره ايه. هو مش عارف، هو خايف مثلا يجدد بعد كده يحصل اي حاجه يبقى هو زي ما بيقولوا في مهب الريح. في مهب الريح. وهو خصوصا ان هو بن شرقي زي ما بيقولوا دايما طلباته الماديه الزمالك مش بعيده قوي عن الزمالك، ولكن زي ما كانت المشكله دايما هي في الشرط الجزائي. لكن التفكير دلوقتي في اداره الزمالك وعن طريق الاداره الموجوده دلوقتي وامير مرتضى المشرف على الكوره انه هو اللاعب حقه يتحط شرط جزائي ولكن بشكل مناسب. انا باكد لك حتى هذه اللحظه كل الكلام اللي اتقال ان بن شرقي خلص في احد الانديه الاماراتيه وانه عنده عرض قطري والكلام ده كله، اللاعب ما خلصش في اي حته حتى هذه اللحظه. طبيعي ان الوكيل بتاعه بيشتغل له كبلان بي، لكن حتى هذه اللحظه كل الكلام بن شرقي هو قاله حتى للاعيبه قبل ما يسافر انضم المنتخب، انا مش عارف مصيري، انا قلقان ان انا اخد خطوه وبعد كده اندم عليها، بناء عليه انا قررت ان انا اجل الملف لبعد الانتخابات. عظيم جدا جدا. ده يتماشى مع معلومات مهمة جدا عندي أنا إنه بن شرقي ما مضاش لأي حد. تمام. اتفضلي يا أستاذة ريهام لسه في المعلومات. هنروح للخبر الثاني، هو في جزء منه كان معاك في الراديو كنت سمعته، كان رئيس نادي الشرقية للدخان أو إسترن كامبن. أيوة. كان اتكلم معاك إن هو طلب 2 لعيبة من النادي الأهلي. صحيح. بس تحديدا أو قدم عرض رسمي، تحديدا في الوقت ده هو ما كانش تقدم عرض رسمي لسه للنادي الأهلي. هو كان كابتن علاء اتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ وطلب الاثنين اللعيبه بالفعل اللعيبه صغيرين صغيرين محمد نصير ومغربي. أيه. تمام. عشان ينضموا في فتره الانتقالات الشتويه الجاريه يعني. معانا المستند دلوقتي، ده مستند رسمي وصل للنادي الاهلي من كام يوم علشان يطلبوا نصير باعاره مجانيه. اعاره مجانيه؟ مجانيه. اه بالظبط مجانيه. طبعا اللاعب هو عايزه تقري اللي موجود يعني لو حابب ان انت تقراه طبعا. طيب خلينا نقرا لك اللي موجود ايه بقى. بس طبعا هنجيب عدسه مكبره كلنا علشان نشوف ايه اللي موجود. قال لك يا سيدي السيد الاستاذ المدير التنفيذي للنادي الاهلي تحيه طيبه وبعد كذا 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 توطيدا لاواصر الصداقه والتعاون كذا كذا، يرجى التفضل بالموافقه على عمل اعاره مجانيه للاعب محمد نصير لاعب كره القدم بناديكم الموقر للانضمام الى صفوف الفريق الاول بنادي إسترن كامباني الرياضي. في حاله الموافقه برجاء ارسال فاكس حتى يتسنى لنا انهاء اجراءات بدء في هذا الاتجاه، اذ نشكر لسيادتكم صادق تعاونكم كذا كذا كذا. المدير التنفيذي لنادي إسترن كامباني محاسب حسام فضل، اعتقد حسام فضل الشاهد. اتفضلي يا استاذه كملي. الاهلي طلب 250 الف جنيه
مقابل الإعارة، يعني مش موافق على الإعارة المجانية وطلب 250 ألف جنيه من النادي علشان يوافق طبعا على إعارة اللاعب. اللاعب عنده عرض تاني من فاركو، دي بتاعتي أنا بقى، هو عنده عرض تاني من فاركو بس كفري. اللاعب عقده ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي. مغربي اللاعب امبارح ها؟ لا نصير. ده نصير. ده نصير. نصير لاعب امبارح. مغربي لا ما جالوش. بالظبط اللاعب عقده ينتهي نهاية الموسم الجاري، ما جددش لسه تعاقده مع النادي الأهلي، وعنده عقد زي ما بقول لك أو عرض من فاركو بس لو هيبقى فري. لو هيبقى فري. لو هيبقى فري. بالظبط. اتفضل يا استاذ شوقي معلوماتك. الناس دايما بتقول هو ايه لازمه كاس الرابطه بالنسبه لنادي الزمالك؟ نادي الزمالك بيفكر في كاس الرابطه ازاي؟ هل بيفكر في اللقب ولا بيفكر ان هو يدي لعيبه شباب ولا تفكير ايه؟ انا زي ما اقول لك ايه، جوله في حقل كارتيرون كده. كارتيرون تركيزه الوحيد واللي قاله لكاس الرابطه ان انا احسب مين اللي هيمشي اخر الموسم. هو الراجل شايف انه الفرقه القوام بتاعها بعد ما بقى فيه خمس اجانب، سوري في خمسه اللي هم مواليد 99 مع الكلام ده كله حوالي 28 29 لعيب، هو شايف ان العدد ده كبير جدا وانه في اوروبا ما فيش الارقام دي، تمام. لكن طبعا اللوائح بتاعه الاتحاد المصري ان في خمسه مواليد 99 لازم يتايدوا عشان يديهم الفرصه، كل الكلام ده خلاه هو يفكر ويبص تحديدا على الموقف بتاع اللاعبين. في لعيبه هو زي ما بيقول لك بيبص عليهم، الخمسه اللي تحت السن لازم يبقى الناس عارفاهم برده، اللي هم سيد نيمار، سيف فاروق جعفر، احمد زكي، حمدي علاء، يوسف اسامه نبيه. هو عايز يشوف دول مين اللي هيكمل ومين اللي هيمشي، مين اللي ينفع ومين ما ينفعش. بالاضافه ان في عقود لعيبه عقودها هتخلص اخر السنه زي رؤى وزي محمود عبد العزيز زي هو عايز يشوف كل ده، عايز يشوف كل ده، عايز يبص على كل ده عشان خاطر هو بناء عليه يحدد، لان هو ما هيبتدي يحدد وعايز يحدد من بدري عشان خاطر يبقى عارف هو هيعمل ايه بالنسبه للفرق، خصوصا ان كارتيرون الكلام حتى كان في كلام اتقال في السعوديه ان كان عرضه عرض سعودي. احنا ممكن نقوله سريعا، هو كان في استفسار جه من نادي الفتح السعودي بخصوص كارتيرون، تمام. ده انا بقول لك المعلومه دي ومتاكد منها، في استفسار عن طريق احد الوكلاء وكيل عربي اتكلم مع كارتيرون، وكارتيرون قال له انا في الوقت الحالي مرتبط بالزمالك ومش حابب امشي، خصوصا ان الموضوع الفتح وكان مجرد استفسار، عايزين يعرفوا الراجل لو بناء عليه حددوا هو هيبقى موجود ولا لا. فبناء عليه هو كل تفكيره في كاس الرابطه، حتى هو قال اهم حاجه عندي ان انا اعرف اللي حواليا ده ايه، خصوصا ان هو كمان في هدف تاني ليه ان هو يجهز رزاق سيسي، انه زي ما بيقول خايف من اشرف بن شرقي، خايف من عدم تركيز اشرف بن شرقي نتيجه التجديد، وهو شايف ان رزاق سيسي لعيب كويس ولكن وزنه زايد، وانت باين حتى على الشكل بتاعه ان هو لازم يخس، فهو بيحاول يجهزه ان هو يكون موجود خلال كاس الرابطه وبناء عليه، خصوصا ان هو كمان وقال انا مش عارف حتى البطوله هتخلص امتى، يعني هو قال لهم كده انا مش عارف البطوله هتلعب منها خمس ماتشات وبعد كده تتوقف، فانا بالنسبه لي دول خمس وديات بس بصبغه رسميه. عظيم جدا. استاذ ريهام، الخبر معانا الثالث عن ازمه تواجه الاهلي ستورز. طبعا الناس كلها كانت مستنيه الاونلاين ستورز، وكان المفروض الريليز بتاعه كان يبقى مع التيشيرت الجديد للنادي الاهلي، لكن اتاخر لحد دلوقتي. الحقيقه في شويه مشاكل مع الشركه اللي اخذت الستورز، يعني انها ما بداتش التصنيع لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي، وكان المفروض ان هم يوفروا المنتجات ويتم طرحها، لكن ده ما حصلش. في شويه مشاكل مع الشركه لحد دلوقتي، هي دي السبب في تاخير الستورز في ان هي يتم طرحها. يعني شوقي خش على نكمل معلوماتي. تمام. تمام. دلوقتي في موقف هو كويس، يمكن انت كنت اتكلمت مع عن موضوع تجديد عبد الشافي. ايوه، عبد الشافي كالعاده دايما زي ما بيقولوا بيواصل يعني المواقف الجيده. ايوه، عبد الشافي اخطر اداره نادي الزمالك انه مش عايز مقدم عقد، تمام، وقال لهم مش عايز مقدم عقد. قال لهم دلوقتي يا جماعه اهم حاجه دلوقتي ان الدنيا تستقر بالنسبه لكل اللعيبه، وانا بالنسبه لي انا بقول لكم تاجلوا الملف زي ما انتم عايزينه، اجلوا الفلوس زي ما انتم عايزينه، زي ما قال لهم كده بالظبط. انا هروح فين؟ ده بيتي، وانا عارف ان بيتي مش هيتاخر عليا ومش هياكل عليا حاجه. انا من نفسي يا جماعه بقول لكم اهو، يعني انتوا دلوقتي عشان هو طبعا الزمالك مدد عقد اللاعب، قال لهم لا ما تدونيش فلوس دلوقتي. عشان كده كان هو الموضوع ده مش مجرد انه اسهل حاجه، هو كمان عشان خاطر يدي درس للعيبه، قرر يعني اداره نادي الزمالك لما قررت ان تدي درس لبقيه اللعيبه، بصوا على واحد زي عبد الشافي بقيمته ازاي، الراجل رحب ما اداش ما قبلاش فلوسه، ده بالعكس زي ما كان اتكلم معاك مندو وكيله قال الراجل قال لهم ده الفلوس كتير قللوها، حتى قال لهم دلوقتي حتى انا مش عايز المقدم دلوقتي، اما يبقى في فلوس نقدر نحط حاجه محترمه الى حد كبير جدا جدا، بس مش كل الناس تقدر تعملها. طبعا في يعني موضوع مش كل الناس نسبي ما بين فرد واخر، يعني دلوقتي بقت حاجه اساسيه عند كل الناس. يعني لسه في المعلومات ولا ما ورا الخبر؟ لا لسه في المعلومات. يلا هنتكلم شويه عن المباراه والدفع بالناشئين وكواليسها والاصابات. موسيماني مقرر الدفع بالناشئين من قبل المباراه بفتره يعني، واتكلم معاهم وعقد كذا جلسه معاهم ان هو هيعتمد عليهم خلال الفتره اللي جايه. بعد المباراه اجتمع بيهم في الميران النهارده واتكلم معاهم ان هم قدموا مباراه كبيره
وان هو انبسط جدا من الاداء بتاعهم اللي هو شافه في المباراه، بس زعلان ان الفريق ما قدرش ان هو يكسب، وان هو كان فيه فرص كتير ما قدروش ان هم يستغلوها خلال المباراه، وكان فيه مواقف كتير يقدروا ان هم يتعاملوا معاها بطريقه احسن. وتمنى يعني دي بقى المعلومه اللي جايه دي ان هو هيدفع بيهم الماتش اللي جاي كمان، يمكن العدد يبقى اكتر كمان في الناشئين اللي هيتم الدفع بيهم خلال المباراه من المباراه اللي فاتت يعني، لكن هيدفع بعدد اكبر المباراه اللي جايه. كان في هدف شويه تسويقي برضو عشان اللعيبه دي ان هي تخرج للاعاره والانديه الثانيه تشوفها، وخصوصا قبل كده قلت لك ان كان في اسئله كتير من انديه عن محمد محمود وما كانوش بيشوفوه لانه ما لعبش الفتره اللي فاتت، فهي كان فيها هدف ان هم يلعبوا دول وفي نفس الوقت يشوفوا اللعيبه الثانيه. طبعا محمد عبد المنعم في كلام عليه يرجع من فيوتشر في يناير ولا صعب؟ لا صعب خالص. ماشي، انا هكمل بعد شوقي. انا عندي شويه عن المصابين بقى صلاح و وكريم، فخليهم بعد شوقي. ماشي تمام، ما ورا الخبر. لا نكمل اخر حاجه مع اربعه عشان اتفاق كان اربعه وما اربعه 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 بنظبط تمام. ماشي ماله ملف حراسه المرمى في نادي الزمالك دايما بيبقى الملفات اللي زي ما بيقولوا ايه السريه، خصوصا نادي الزمالك عند اربع حراس. ماشي تمام، او بالاضافه بعيدا طبعا عن الحارسين الموجودين دلوقتي محمد قديم والسيد عطيه، هو عنده طبعا عواد وابو جبل، وعنده اثنين بره اللي هم جنش وصبحي. تمام، دلوقتي انت عندك حارس عقده هيخلص السنه دي اللي هو محمد ابو جبل. اداره نادي الزمالك زي ما بيقولوا ايه عارفه عندها ارتياحيه في الملف ده، فبناء عليه بتتكلم الموضوع ان نادي الزمالك هيحط سقف للملف ده، مش هيبقى فيه طلبات كتير هيتم تنفيذها. مش معنى كده ان انت مش هترخم على اللاعب بتاعك او تحديدا ابو جبل بان عقده هيخلص، بالعكس هو نادي الزمالك عايز يعرف طلبات ابو جبل وعايز يحدد طلبات ابو جبل، ولكن تبقى ماشيه مع السياسه بتاعه نادي الزمالك اللي هو بيطبقها في الفتره الجايه. تمام، ان هو ما يبقاش فيه مبالغة خصوصا ان هو في حاله ان هو الزمالك لو حس ان ابو جبل الموضوع هيبقى بالنسبه له صعب او يعني هو طلباته كتير كده كده هو هيقولوا له قرارك، بس احنا كده كده عايزين نرجع صبحي على الاقل في الموسم الجديد. صبحي مش جنش حتى هذه اللحظه صبحي. تمام، ولكن في حاله انه ابو جبل ما جددش صبحي وجنش هم اللي هيرجعوا مع عواد. تمام، ملف جنش حتى هذه اللحظة مش واضح، خصوصا انه جنش برضو تم الحديث معاه انه ممكن يرجع نادي الزمالك. بناء عليه برضو في موقع في حاجة لازم يبقى فاهمينها، صبحي قرار مش قرار الزمالك. ليه؟ لان يعني فيه عقد، فانت لازم الاول تتكلم مع فاركو ولازم تتكلم لا فاركو صح فاركو مع صبحي صح. تمام، ولازم تتكلم مع اللاعب نفسه ان انت هترجع، وهو نفسه هو خايف ان هو يرجع يلاقي نفسه بقى حارس ثالث، فالموضوع ده ملف طويل شوية. وعشان كده احنا زي ما بيقولوا ممكن تلاقي نفسك في الاخر جنش هو اللي رجع مع عواد، وممكن تلاقي جبل ما جددش. فعشان كده الملف ده في نادي الزمالك هو ملف مهم، ولكن زي ما قلت لك الزمالك في الاخر مش هيخلي اي مبالغه من اي حاجه. صحيح، اتفضل يا استاذ. المصابين عندنا كريم طبعا وصلاح محسن اتصابوا في المباراه اللي فاتت. كريم الاثنين قطعوا الاشعه، كريم هيكون جاهز للمباراه اللي جايه ومفيش اي مشكله، الاصابه بتاعته خفيفه خالص. صلاح كان عنده مشكله في ان هو كان عنده شرخ قديم في نفس المكان في القدم، في نفس المكان اللي اتصاب فيه، وكان يدوب لسه متعافي من الاصابه دي. واول ما لعب في بدايه المباراه اللاعب في وادي دجله داس على رجله مكان الاصابه القديمه، واتجددت الاصابه في اول المباراه. على فكره هو لعب فتره وهو مصاب، يعني قعد فتره في الوقت بتاع المباراه بيلعب وهو مصاب. يعني الجونه تقصد الجونه اسفه الجونه قلت دجله مش دجلة. انا الاثنين بتلخبط ما بينهم. ايوه الاثنين بتلخبط ما بينهم كتير. فهو هياخد شويه وقت لان الموضوع ممكن يكون الشرخ خلاص رجع فيه تاني. ماشي الكلام تمام، ما وراء الخبر. ما وراء الخبر تمام. بص احنا عندنا ناخد منك واحد ما وراء الخبر وناخد منها واحد ما وراء الخبر. ده حلو قوي. ماشي هقول معلومه في السريع في الاخر. يلا ماشي. ما وراء الخبر احنا هنتكلم عن ملف مهم بالنسبه لجماهير نادي الزمالك تحديدا، هو ملف كره السله، خصوصا ان الزمالك بكره القرعه بتاعه كاس العالم للانديه. ماشي، مبدئيا المدير الفني لفريق نادي الزمالك الحالي فانجلس رحل عن تدريب نادي الزمالك، والنهارده كان اخر مباراه ليه مع الاتصالات، وبكره الصبح مسافر. تم الاتفاق على ان تم فسخ التراضي العقد بينه وبين نادي الزمالك بالتراضي. المدير الفني الجديد هو الامريكي ويليام فويت، هيوصل مصر يوم الاثنين الجاي. يوم الاثنين الجاي في مباراه بين الزمالك والاهلي في كره السله، هيديرها كابتن ياسر عبد الوهاب وكابتن سمير جوده. عظيم. تمام، الناس برضو بتتكلم عن تدعيم الزمالك في كاس العالم للانديه، خصوصا ان انت لازم تحط اربعه محترفين، او يعني ممكن ليك اربعه محترفين وهيبقوا بعد بكره. احنا هنا هنكشف عن اسامي المحترفين الاقرب للتواجد مع نادي الزمالك. يلا بينا. اول حاجه هو ادجار سوسه، هو موجود مع الفريق دلوقتي. ماشي.
اللاعب عمر عباده هو لاعب تونسي، هو احسن بلاي ميكر في افريقيا وبوينت جارد تمام، وهو بيلعب دلوقتي في اتحاد جده. الاسم الثالث هو ايلونو تمام، اللي كان بيلعب مع الزمالك في البل، ولكن هو اللاعب فجاه زود الفلوس اللي هو عايزها، فهم مدينه مهله لغايه بكره يرد عليهم في قرار اخير. اللاعب الرابع اللي كان تم الاتفاق معاه هو سبنسر الامريكي، لكن انا معلومه ليك اللي هو بيلعب في الاتصالات، لكن معلومه ليك يا ابراهيم الموضوع ده فجاه بناء على طلب المدير الفني الجديد ويليام فويت، الموضوع حصل فيه زي ما بقول لك نقاش اذا كان يبقى هو موجود ولا لا، عشان خاطر هو الراجل عايز يجيب حد في المركز بتاعه يكون جسمه اقوى، خصوصا ان هو لعيب كويس جدا سبنسر، ولكن في نفس الوقت يعني زي ما بقول لك ايه سنه كبير وممكن ما يبقاش يقدر يجاري القوه اللي في كاس العالم للانديه. اسم عاصم مرعي طبعا هو من الاسامي اللي اتقالت ان هي تبقى موجوده، عاصم مرعي مش هيبقى موجود عشان هو بلغ اداره الزمالك ان الدوري الكوري وبيلعب في كوريا انه هيكمل لغايه شهر 4، فبناء عليه هو مش هيبقى موجود مع نادي الزمالك. عظيم. اخر حاجه كنت كتبت عندي ان الاهلي تعاقد مع لاعب من وادي دجله، او هو يعني كان صفقه انتقال حر، هو يوسف عاطف صبره تمام. يوسف عاطف صبره اه بالظبط. اللاعب مواليد 2003 في منتخب الشباب، كان فاضل له 6 شهور على انتهاء التعاقد مع دجله، لكن والده قعد مع ماجد سامي وقدروا ان هم يخلص الولد يعني في الست شهور، لان هو كان مسجل فريق اول. هو كان مسجل فريق اول ولاعب ماتشين خلال الموسم اللي فات مع الفريق يعني. اللاعب وقع يوم السبت اللي فات مع النادي الاهلي 4 سنين ونص، يعني كل الفتره اللي فاتت دي كان بيعمل قياسات طبيه وكشف طبي وحاجات كده كتير يعني وتدريبات تاهيليه، لكن وقع رسميا العقود لمده 4 سنوات ونصف مع كابتن امير توفيق ومع كابتن خالد بيبو يوم السبت اللي فات في النادي الاهلي. يعني ده علشان هيدعموا بيه الفريق الاول ولا هيبقى في 2003؟ بس هم اتكلموا معاه ان هم محتاجين هو مساك يعني مدافع، فهم اتفقوا معاه ان احنا عايزينك تظهر كويس جدا عشان احنا مكان. عندنا مشكله في المكان ده وهنحتاجك، ممكن تتصعد معانا الفتره اللي جايه فريق اول يعني. استاذ ريهام بشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا. شكرا يا ابراهيم. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا. استاذ احمد بشكرك شكرا جزيلا، مبسوط شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا هيم. كالعاده متالقين اصدقائي الاعزاء، بشكركم طبعا شكرا جزيلا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم من جمعه الكواليس والاسرار وكل حاجه في المعلومات الى جمعه ملوك التحليل، واحده واحده كده، وكل حاجه انتوا عايزين تعرفوها تعرفوها مع تامر بدوي وعمر عبد الله بعد الفاصل. خليكم معانا في امسيه كرويه ممتعه ان شاء الله في جمهور الدلتا. أجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية في امسيتنا الكرويه الليله مع ملوك التحليل. تعالوا نشوف النهاردة هنشتري من مين. احنا كان عندنا خناقة يوم الاثنين اللي فات. نشتري من تامر بدوي ولا نشتري من عمر عبد الله؟ انا عن نفسي اشتريت شوية من عمر، وبعدين اشتريت حبة من تامر، وبعدين كارلوس كيروش لا اشترى من عمر ولا اشترى من تامر، وكان عنده التوظيف اللي وظف، مش عايز اقول افكار لان افكاره احنا مش ضد الافكار، احنا ضد فكره التوظيف الخاطئ لمعظم اللعيبه. النهارده هنفرد على الورق احنا عملنا ايه قدام نيجيريا، وهل هي المشكله كانت في العطله بتاعه التوظيف اللي خلتنا ما نطلعش بالشكل ده؟ طب لو كانت كل حاجه اتعدلت في اماكنها كان ايه اللي هيحصل؟ كيروش قال لك في المؤتمر الصحفي احنا طلعنا وجبنا فرص، معرفش هي فين الفرص ديت، جايز يكون تامر وعمر عندهم انباء عن هذه الفرص. هنشرح كل حاجه ونتكلم عن مباراه بكره ان شاء الله باذن الله. فخلونا نرحب بنجومنا اللي مشرفنا كابتن تامر بدوي. كابتن تامر اهلا وسهلا بيك يا فندم. يا هيمه اخبارك ايه؟ انا بامانه شديده انا كويس الحمد لله، ده بالنسبه لاخباري يعني. بالنسبه للمباراه وانا بتفرج عليك اول لما اتصاب اكرم توفيق قلت هنا بقى تامر بدوي يا جماعه، فلنستدعي كلنا روح تامر بدوي ونلعب بطريقه اللعب اللي انت كنت اخترعتها، والحقيقه يعني ان الراجل ما نفذش منها اي حاجه، فهنتكلم في حاجات كتير النهارده. بس مساء الورد الاول ونصعب وهكلمك في اللي انت قلته ده قبل اكرم وبعد اكرم، وهكلمك في كل حاجه على بركه الله ان شاء الله. نرحب بالجينيوس بتاعنا الكابتن عمر عبد الله، الهادي العاقل المجنون بتاعنا، صاحب الارقام والاحصائيات اللي مشرفنا ومنورنا. يا سيد عمر اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. دايت عامل شغل الحمد لله، بقى في دايت وفي شغل جامد الحمد لله. يلا على بركه الله. طيب انا عشان الوقت فعايزكم تتكلموا في كل حاجة، وكمان هنعرض النهاردة للناس بالفورميشن والتغييرات والتشكيل وكل حاجة على عينك يا تاجر.
ماشي كده؟ يلا بينا. يلا قول لي ايه اللي حصل في ماتش نيجيريا؟ في البدايه اديني تفسير، يعني قول لي ايه اللي حصل. والله ما عارف ابدا لك منين يا ابراهيم، بس يعني اول حاجه طبعا لازم ابدا بيها للاسف واضح ان الراجل ما اتفرجش كويس على نيجيريا خالص خالص. انتوا الاثنين عفاريت، قلتوا اللي هيحصل في المباراه من نيجيريا بس ما قلتوش اللي هيحصل من مصر. لا احنا مالنا من نيجيريا حصل بالظبط للاسف يعني، وقلنا التشكيل بتاع مصر ده حقيقي بالنص كمان. ايوه الفكره هيما الراجل واضح بالنسبه لي ان هو ما اتفرجش على نيجيريا خالص خالص نهائيا. يعني اتكلمنا هنا وقلنا ان الناس دي بتشتغل على ان هم اظهار سرعاتهم اللي بتميزهم عن اي حد تاني. دايما يعملوا تمريرات وبعدين يحطوا الكوره في موقف واحد على واحد علشان السرعات دايما بتبقى في صالحهم. حتى لما اتكلمنا لو انت فاكر لما قلنا ان عثمان مش هيلعب، قلت لي طب مين عندهم السرعات؟ قلت لك تشيكويزي والراجل حطه في الطرف اليمين، قلنا ان هو عنده اهناتشو وحطه تحت المهاجمين، قلنا ان هو راجل حتى احنا قلنا ما تستمعش سايمون دفا جدا موسى، قلت لي كبير في السن الراجل ما نزلوش، لكن عندهم السرعات حتى الاساسيين لما غابوا برضو عنده السرعات. واضح ان هو ما احترمش السرعات بتاعت منتخب نيجيريا. لبن لنا شكل دفاعي حاجه معينه بنشتغل عليها، قافلين الاطراف قافلين العمق، الوينجرز بينزلوا لغايه الخط الاخير. طب الوينجرز ما بينزلوش عشان انا بدافع بتريزيجيه او انني مثلا بيقفلوا في ظهر صلاح ومرموش، لا ده عفوا مصطفى محمد ومرموش مش صلاح ومرموش، الاثنين ما بنتش، مش باين حتى ان احنا في النواحي الدفاعيه مثلا بنضغط من قدام مثلا عشان نحرمهم من الطلوع بالكره بشكل منظم من ورا لقدام، ما بنلناش اي شكل دفاعي. والدليل على كده يا هيما ان انت زي ما قلت وموافقك مليون في الميه وبحييك على جرأتك، لما انت قلت في البدايه في الانترو بتاعك احنا نحمد ربنا ان المباراه دي خلصت 1-0. انت لك ان تتخيل ان احنا خسرنا 1-0 وواحد من رجال المباراه هو الجول بتاعنا حارس المرمى محمد الشناوي، تتكلم في الكره اللي حط فيها ايده وخبطت في العارضه والناس كانوا عاوزينها انها تخطط الجول، والاعاده التلفزيونيه بينت الانفراد اللي طلع وقفل الجول زي جوال الهاندبول وخبطت في ضلوعه وراحت ضربه ركنيه، الكره اللي كانت انفراد من نص الملعب وطلع قفل. كل ده بكلمك في الشناوي حارس مرمى نيجيريا مفيش. فاذا عشان ادي الكلمه لعمر، لا شفت منتخب مصر نازل بيشتغل على حاجه في النواحي الدفاعيه، لا شفت منتخب مصر نازل يشتغل على حاجه. سؤالك جاوبني بسرعه اتفضل. وبحسم مشكله لعيبه ولا مشكله مدير فني؟ مدير فني بكل المقاييس. حلو قوي استاذ عمر. انا اسال سؤال واضح وصريح وسهل جدا، انا عايز افهم انا كمشاهد لو سمحت بتفرج على الماتش، عايز افهم ايه الحكمه من انه مصطفى محمد، يعني اشرحها لي، انه مصطفى محمد يلعب ناحيه اليمين ومحمد صاحب راس حرب. عايز افهم انا ايه الحكمه من ان انت لعبت بتريزيجيه اللي هو اصلا بيلعب طرف شمال، ما لعبتوش في ناحيه الشمال في 8 فرحت حطه ناحيه اليمين. فانا عشان اقول ان انت هتحط تريزيجيه ناحيه اليمين عشان يشتغل شغل دفاعي فيقفل ورا مصطفى محمد، ما كانش بيعمل اي واقف في مكانه الحقيقه. ومظلوم يا هي، هو محدش عمل حاجه لان كله مظلوم. ممكن تشرح لي دي لو سمحت عشان دي كانت البدايه طيب. وبعدين ابقى اشرح لي لما اتصاب اكرم توفيق للراجل جاب عبد المنعم. هقول لك انا هقول لك الحاجتين دول بس هما ايه بدماغ الراجل. انا مش عايز بدماغك انت، لا 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 لا. كلنا نلطم على وشنا. لا لا دي حقيقة. لا انا عايز بدماغ الراجل تمام عشان نلطم على وشنا اكتر. خد بالك هو اللي انت سالت فيه ده اللي انا محضره اصلا كحالات وكفورميشن، بس هساله يعني هقوله لك الاول كده. ربنا يخليك يا رب. هقوله لك كده في الاول نظريا وبعد كده نبقى نشوفه بالحالات ونشوفه يلا. لما نقف على الفورميشن ماشي. القصه باختصار ان الراجل حب ان هو يستفيد بسرعات محمد صلاح في قلب دفاع نيجيريا على اساس ان الاثنين اللي في القلب بطاطا بس طوال قوي. حلو. هو بقى اغفل شيء مهم جدا. ايه هو؟ وهو ان انت عشان تستغل سرعات محمد صلاح لازم يبقى في عندك صناعة لعب او خروج بالكرة بشكل سليم في لحظة محمد صلاح يبقى بوشه تحط له الكرة. طيب هو احتاج انه يعمل التريكة دي بان مصطفى محمد يخرج، فيبقى مصطفى محمد محط على الجنب فخط ظاهر نيجيريا يترحل معاه فصلاح يفضى. ماشي. طب ده ما حصلش ليه؟ عشان انت اصلا طلوعك بالكرة من تحت كان في نوع من انواع مش عايز اقول الفشل، يعني مفيش اصلا مفيش. انت ما بتخرجش بالكرة. فشلت بانك تطلع الكرة خالص. ماشي. بس في الاول وفي الاخر التشكيل اللي نزل او ده حاجه مهمه جدا في الكوره بقى عامه. في فرق ما بين التشكيل والطريقه والخطه والتنفيذ، كل الحاجات دي غير بعض. أيوه. غير بعض مفيش تجانس خالص.
الحاجات دي كلها لما بتحطها جنب بعض ما ينفعش تقول ان التشكيل هو الطريقه، ما ينفعش تقول الخطه هي الطريقه، كل حاجه لوحدها. فبالتالي انت لو اتكلمت على ال11 ما حدش في مصر يختلف على ال11 اللي بداوا اطلاقا، بس طريقتك ايه وتوظيفك ايه. عشان كده دايما بنقول ما فيش فكره صح وفكره غلط، كل الافكار في كره القدم قابله للتنفيذ ماشي، لكن في جوده في التنفيذ وفي منطقيه في الفكره. أيوه. ودي اهم نقطه انا عايز اقف عندها. أيوه. هل انت افكارك اللي انت حاططها دي منطقيه توظيفك بناء بس بناء على امكانيات لعيبتك، غير منطقي بس بالمره. بس هو الموضوع انت في لحظات من المباراه احنا فعلا مش فاهمين اللي بيحصل عشان نقول عليه غلط. أيوه. يعني انا مش عارف ايه ده عشان نقول عليه غلط ولا عشان صح صحيح. مش عارف اللي هي مش عدلتها كده، لا ده ما فيش خالص. فهو كان خطا كبير جدا جدا من كارلوس كيروش في التوظيف وفي الفكره وفي منطقيه الفكره نفسها وبالتالي في تطبيقها، عشان كده خرجنا بالشكل ده. طيب قبل ما نروح للحالات، الناس بتيجي تقول لك يا عم انتوا هو انتوا انت انت هو انت وانت هو انت، وعز ان شاء الله باذن الله ربنا يرجعه بالف سلامه ويكون موجود معانا. بتقولوا على الراجل ده بتقعدوا تحللوا، فقلتوا الراجل ده كبير، مدرب كبير، وفي ماتش الجزائر قلتوا بقى عندنا شخصيه، دلوقتي طالعين تقولوا على المدرب ده ان هو مش انتوا ايه؟ مين اللي قال؟ اولا ما بدانا احنا ما حدش علاه في السماء، بالعكس احنا اتكلمنا على نقط، قلت لك في البطوله العربيه الراجل عنيد وعنده هيخليه يستبعد قفشه وحصل، وقلت لك احنا مين اللي قال كده؟ بالعكس ده انا قلت لك احنا في البطوله العربيه احنا لعبنا ثلاث منتخبات وثلاث منتخبات، ثلاث منتخبات ما لهاش اسم كبير في عالم كره القدم، لبنان السودان الاردن ماشي بلغه الكوره كده اتشطرت عليهم. طب والثلاثه اللي عندهم اسماء كويسه في عالم كره القدم انت ما كسبتش حد فيهم، تعادلت مع الجزائر، مش شايف ان اكمل لك هجاي لك انا في الحته دي عشان مهم، من قطر في الثالث والرابع دي مهم عشان عايز اكملتها بنيجيريا نوصل للناس. مش شايف انه كيروش مدرب كبير جايب سي في كبير؟ طبعا، بس هي دي النقطه اللي بتكلم فيها. طبعا هي دي النقطه اللي يحترم، هي دي الحته اللي انا عايز. الناس بتقول لك انتوا وصفتوا لنا الراجل ده عمر، وصفتوا لنا الراجل ده تامر انه مدرب كبير مظبوط، وانتوا دعمتوا الراجل ده يا جماعه فخليتوا الراجل ده بالنسبه لنا مدرب كبير، وجيتوا دلوقتي بتقولوا انه الراجل ده او انتوا بعد ما قلتوا لنا كده ادينا شايفين الراجل ده بالشكل ده. انا ليه بقول ده؟ لانه فكره شرح المتغيرات للناس مهمه قوي، وفكره انه يا جماعه ما هل احنا مثلا نختلف جوزيه مورينيو مدرب ايه؟ لا مدرب عظيم طبعا، ها مدرب كبير طبعا، صح ولا انا بتكلم؟ بقاله كام فرقه بيمسكها بيعجن معاها؟ انا بقول بقى بيعجن اهو، ها فرق كبيره طبعا، عمل حاجه مع توتنهام، لا لا ولا مانشستر، عامل حاجه مع مانشستر، يمكن هو كسب اوروبا ليج بس لا ده ومع روما مفيش ومع تشيلسي الولايه الثانيه مفيش، هو بيمر بمرحله انعدام وزن. بس انا عايز اخد من كلامك، انت فاهم انا اقصد اقول ايه؟ انه الناس تاخد الكلام على ان انت بتتكلم على كارلوس كيروش ان هو مدرب كبير، فبتاخد الجزئيه بتاعت ان هو مدرب كبير فمسموح له ان هو يعمل كل حاجه غلط، فلما يعمل كل حاجه غلط انت لازم يا اما يا خير يا شر. لا يا جماعه، الكوره مش خير وشر، الكوره فيها انت كويس النهارده فانت كويس النهارده، ده متغير وفيها ثابت واحد، الثابت ده له علاقه بان انت عندك رصيد اصلا ولا ما عندكش رصيد، وده اللي بنتكلم فيه. بعد كده بقى نشوف الشخصيه والطريقه والاسلوب والحاجات اللي قول يا عمر. المدرب الكبير اللي بيجي بسي في كبير، لما انا اقول عليه ان هو كبير هل انا لازم مطالب ان انا اقول عليه كبير على طول؟ فماذا لو اخطا؟ ما لازم اقول ان هو اخطا. طيب هل المدرب الكبير لا يخطئ؟ هسألك سؤال واحد او الناس كلها تجاوب عليه. مباراه نهائي تشامبيونز ليج الاخيره تشيلسي مانشستر سيتي، اعظم مدربين كره القدم على الاطلاق في اخر 50 سنه مثلا ولا 25 سنه، بيب جوارديولا. الناس شيلت المباراه دي لمين؟ للعيبه ولا للمدرب؟ ليه هو بس خلاص، وان هو مجنون وطريقه. مين بقى يقدر يقول على اي محلل في اي قناه في العالم لما يقول بيب جوارديولا اخطا ان هو كده يا جماعه ايه ده انت بعت لي الهوا، ما انت بتقول عليه كبير الماتش اللي فات ده بيب انا ما بقارنش بين جوارديولا وكيروش، انا بقارن ما بين الحاله ان هو مدرب كبير جاي بسي في كبير، الخطوات الاولى اللي خدها معانا كانت مبشره وليها منطقيتها، هدخل لعيبه جديده وهجرب خطه جديده فكان ماشي براحتك وقتك ضيق وبتاع، فطبيعي لما اشوف الراجل الحاجات المنطقيه اللي كان بيعملها بقت حاجات مش منطقيه، فمثلا قال لنا واحنا شفنا ان انا بجرب في البطوله العربيه، فلما اخد من البطوله العربيه عمر كمال عبد الواحد وما لاقوش موجود في تغييره مهمه وبيحط بس ممكن اقول حاجه بقى؟ اتفضل. الاولانيه منطقيه ناخد عمر كمال عبد الواحد، الثانيه مش منطقيه ان هو نفس المدرب بنفس اللعيب، الثانيه انه ما يلعبوش مش منطقيه، فهنا لما اشيد بيه انا صح ولما هنا انتقد وانا صح، مش مظبوط. وحاجه برضو يا هيما المنطقيه واللي مش منطقيه، اتفضل.
انك تجرب في بطوله العرب منطقي، لكن انك تجرب في الامم الافريقيه وفي اول مباراه ومع لعيبه كتيره قوي اول مره تلعب امم افريقيه، زي واحد زي مصطفى محمد اول مره يلعب في حياته امم افريقيه وتلعبه في مركز مش مركزه وانت كمان ما جربتوش في البطوله العربيه لانه اصلا ما كانش معاك، فده مش منطقي. مش منطقي صحيح. يعني انت اكرم توفيق اول مره يلعب امم افريقيه، فتوح اول مره يلعب امم افريقيه، حمدي فتحي اول مره يلعب امم افريقيه، بتتكلم على مرموش اول مره يلعب امم افريقيه، مصطفى محمد اول مره يلعب امم افريقيه، فاذا انت غيرت كمان مصطفى محمد مركز مصطفى محمد وانت وديته كوينجر في الطرف اليمين وانت اصلا ما جربتوش قبل الامم الافريقيه علشان تفاجئ الناس بيه في الامم الافريقيه، ثم انك لو عاوز مثلا تشتغل على حاجه اللي هو ايه اللي عمر قال عليها، انت نازل عملت خداع عشان تربك منتخب تقلل حسابات منتخب نيجيريا، فرجع على ظروفي الطبيعيه. لا هو الفكره زي ما اتفقنا احنا كلامنا مش هنغيره، الفكره كفكره تحترم بس هتنفذها ازاي، لان الفكره اللي فيها خداع لو ما تنفذتش صح هيتقال عليها فتي وتاليف، ولو اتنفذت صح واتطبقت في الملعب صح هيتقال عليها فكره عبقريه. عظيم. هو ده الفرق. لكن النقطه بس الاخيره اهيمه، لما فاجئت الناس وكنت عاوز تربك حسابات منتخب نيجيريا انك تحط محمد صلاح كمهاجم، على فكره ومحمد صلاح مش اول مره يلعب مهاجم يا جماعه، محمد صلاح لعب كتير في ليفربول كمهاجم رقم 9، لكن لو انت بقى عاوز تحط واحد في الطرف اليمين، لا بس ده بعض من فترات المباراه. ايوه ماشي، ما احنا كلنا عارفين اكيد اكيد بنتفرج على ليفربول، بس عاوز تفاجئ الناس بتحط محمد صلاح في العمق، يبقى ما تلعبش بقى الراجل مصطفى محمد كوينجر، يبقى طيب. تنزل واحد وينجر صريح. شرحوا لنا بالحالات بقى بسرعه يلا علشان خاطر الوقت بتاعنا ما يجريش، لان احنا عندنا فقره تانية هنشرح فيها كل حاجه على السبوره يا جماعه كده بالتحركات بكل حاجه لمنتخبنا الوطني. احنا الاول هنتكلم على مصر ونيجيريا وبعدين هنخش على مراجعه ليله الامتحان في غينيا بيساو. مظبوط يا عمر؟ مظبوط يا تامر؟ طب اتفضل يا تامر. زي ما قلت لك يا هيما انا كان ما غيرتش كلامي ومش هغير كلامي، وفي سبحان الله محللين كتير قوي بداوا يتكلموا على ان بعد المباراه كان لازم نلعب بخمسه في حاله خساره الكوره، انا قلت الكلام ده من قبل المباراه، اجيبها يمين اجيبها شمال، السرعات اللي انا شفتها عند منتخب نيجيريا طلع يا هيما بس محمد صلاح بره كده على جنب خالص بره منتخب مصر. طيب يلا بينا نخش على الحالات. الباقي كله كل لعيبتنا الباقيه لا ما تقدرش تجاري منتخب نيجيريا في السرعات بتاعتهم. مش هنضحك على بعض. طيب ليه اتكلمنا ان احنا لازم كنا نلعب خمسه؟ هوري لك ليه كنا لازم نلعب خمسة. بالمناسبة دي في الدقيقة خمسة يعني وأكرم كان موجود في الملعب. منتخب نيجيريا بيحضر، صلاح طبعا مهاجم، مرموش هنا ومصطفى محمد كوينجر هناك. منتخب نيجيريا حضر، الصورة اللي بعديها بعدها جماعة. التلاتة اللي في عمق الملعب، تريزيجيه راح في اتجاه مصطفى محمد، النني في الدايرة ووراه في ظهر الحكم حمدي فتحي، الكرة راحت هناك. بس أنا عاوزك تقف هنا، الراجل سايمون اللي معاه الكوره ده واحد ضد واحد مع مين؟ مع اكرم. طب بص لي كده المسافه اللي ما بين اكرم وحجازي قد ايه؟ كبير. شايف قد ايه؟ طيب انت بتلعب لعيبه مش قليله، لعيبه كلها عندها خبرات ولعيبه بتلعب في اوروبا. اللعيب ده هيما الوينجر اللي انت شايفه ده بيبقى عارف امتى يشتغل فردي وامتى يلعب جماعي. يشتغل فردي لما يبقى في موقف واحد على واحد والمساحه اللي في ظهر الباك رايت هنا تتيح له الفرصه ان سرعته تبان. بالبلدي كده انا لو زقيت الكوره هروح هقدر هسبق اكرم، وظهر اكرم مش متغطي كويس لان حجازي بعيد جدا. وده اللي حصل، الراجل سبق لو رجعنا تحت اكرم بخطوتين ومع ذلك سبق تحت اكرم بحوالي خطوتين ثلاثه، اخذ اكرم مع انه هو من الثبات واكرم هو اللي من الحركه، لكن سرعته اخذت خلت يسبق اكرم. هنمشي سبق اكرم وفات، وحجازي لسه لو رجعنا برضو لسه حجازي بعيد ما قربش ما راحش بالشكل الكافي عشان يغطي ظهره. الراجل فات ادى زقه كده الاكرم، هي دي اللي خلته الف سلام عليه يتصاب ويرجع تاني يرجع ان شاء الله. حتى لما تريزيجيه راح في الطرف، حتى لما اتعملت في العمق على الارض، انت فقط الطرف وفقط العمق. طيب يبقى اذا انت لعبت بثلاثه ليه في نص الملعب؟ ده يفضل بالنسبه لي علامه استفهام. لما انت في الثالث بتاع نص الملعب او الراجل رقم 8 اللي في الناحيه اليمين ما قفلش الطرف اليمين، يبقى انت ليه بتلعب بثلاثه في نص الملعب؟ ولما الكره دخلت من الطرف لعمق الملعب وهو مش متواجد ومش متمركز صح، يبقى ايه كان لازمتها ان انا العب بثلاثه في نص الملعب؟ الصوره اللي بعديها هيما، لان الصوره دي برده بالنسبه لي مهمه جدا. الكره اتقطعت اتعملت 1 2 حطها على طول في ظهر الاثنين اللي هو 22 ده مرموش وحمدي والنني، وتريزيجيه هناك خالص على شمال الحكم. الكره اتعملت في ظهر حمدي واتعمل ده قريبه بقى. لا انا عاوز ارجع الصوره اللي فاتت يا شباب، الصوره اللي فاتت بس. بص المسافه اولا لما قريبه استلم الراجل رقم 10 اللي بشعر طويل، اولا معاه مساحه تتيح له الفرصه انه يستلم ويلف ويروح. خلاص لو انت بتلعب بثلاثه في العمق
في القلب غير الاثنين اللي على الاطراف، يعني خمسه تدي صلاحيات وتخلي حجازي وهو رايح يقابله زي ما هيحصل دلوقتي اطمئنان ان ظهره متأمن. يلا بس انا عاوزك بس تشيل، شايف رقم خمسه اللي بيجري ورا قريبه ده حمدي، شيل حمدي كده، تخيل ان حمدي هنا مش موجود وان حمدي واقف على خط ال 18 بتاعنا مأمن ظهر الونش وحجازي اللي رايح يقابل. خلي بالك يا هيما، اولا الراجل اللي هيعمل انفراد هو سايمون ده في ظهر محمد عبد المنعم بحوالي خمس خطوات. بص فارق السرعه أيوة رهيب. أيوة فارق خمس خطوات، وخلي بالك محمد عبد المنعم وشه لجوله يعني أيوة بدا الجاريه كمان، مش واقف ظهره لجوله لسه هيبدا ماشي يعمل ترن ماشي. خلاص الراجل مشي عمل دريبل، اول لما حجازي قابله ببطن رجله الشمال قام طلع ظهر مين محمد لا ارجع بس يا شباب الصوره، انا قلت لك تخيل حمدي فتحي موجود هنا ماشي ماشي. هيروح يغطي ظهر مين ماشي، هيروح يغطي حجازي. يروح هناك حجازي. يمين يروح حجازي. يغطي ظهر حجازي ومحمد عبد المنعم فاكنه هبقى سيرد باك تاني، لان لما اتعملت التمريره في ظهر محمد عبد المنعم يلا بص الراجل سبقه وحطها لو بشماله على الارض جامد في البعيده جول مليون اهي الصوره، وحجازي رايح يقابل قريبه كان لازم يبقى في مكان حجازي هنا حمدي فتحي اللي مضروب في ظهر قريبه. عشان كده كانت وجهه نظري. اخر حاله عندي عشان ننقل بقى، خلصت ماتش نيجيريا. الحاله الكارثيه اللي بالنسبه لي اللي في الشوط الثاني يا شباب، خلاص الصوره اللي بعديها اللي في الشوط الثاني، الكره دي هيما كانت هجمه لينا خلاص، مرور الراجل اللي هو اللي بيلعب في ظهر محمد صلاح اللي جوه قوس ال 18 ده اللي هيعمل انفراد. بص فارق السرعات المدافع بتاع نيجيريا هو اللي هيقطع. نمشي بالصوره اللي بعديها، انني حط التريزيجيه الكره دي كنت هتنقط فيها، كنت هتنقط ده قاطع الملعب، اخد الكره أيوة. اخد الملعب كله بالكره. الراجل هو خلي بالك، حط عينك على الراجل اللي بدا يتحرك. يا سلام عليك، هو ده اللي بدا يجري في ظهر صلاح لابس عرقه لونها ابيض كده يا جماعه. يا سلام عليك، الراجل راح ضغط على صلاح استخلص من صلاح خمسه، حمدي فتحي راح حاول يعطل الكاونتر اتاك رهيب. فات من الراجل، وقع حمدي فتحي على الارض وحصان بينطلق سبيد. ما انا لسه حصان بيجري على زرار السبيد بتاع البلاي ستيشن، حصان بيجري. بس انا عاوز الصوره دي قبل ما نروح للي بعديها. اصبحنا في موقف ايه؟ خلاص دفاع 2-2 وراجل ايه رايح. طيب بص الصوره للتسلسل بعد كده، راجل معاه الونش وراجل معاه حجازي. حجازي عشان عنده من الخبرات ما يكفي عارف ان الراجل سريع جدا، خلي بالك ده ورا الونش بحوالي خطوتين صح. طيب حجازي كل ما بيقرب الراجل زق الكره في ظهره يا سلام عليك، بيمشي خطوه بيحاول يغطي ظهر مين علشان احنا بنلعب بايه باتنين شكرا لكن لو كان في هنا ليبرو حجازي كان فضل ملتزم بالراجل وكان الليبرو اللي هو حمدي فتحي كان راح غطى ظهر الونش، الراجل زق الكره وفات من الونش، حجازي راح يغطي ظهر الونش. الونش في اخر لحظه اخر ورقه بيلعب آخر بيها المدافع وهي انه يعوض فرق الخطوتين فرق السرعه انه يتزحلق على الارض ويشيلها. انا قلت الكره دي جون خلاص، اتزحلق راحت لهناتشو والشبكه فاضيه، كان الونش عفوا كان الشناوي طلع لاني قال الراجل انفراد. الراجل بص لو استلم الكره دي الشبكه فاضيه، الشبكه فاضيه لو استلمها صح، لكن الحمد لله ان هو تشتيته الونش كانت قويه جه استلمها طولت منه وراحت لحجازي، وهذا من فضل ربي. طبعا الحمد لله عشان كده العمليه هتفتح صح ان الحمد لله خلص واحد بس. عمر اتفضل محلاتك يا باشا، هناخد شويه ارقام كده في الاول يلا او شويه خرايط معانا وبعد كده نخش في الحالات، لان انا اللي همني في المباراه دي مش ان انا اطلع اقول المنتخب لعب وحش ولا حلو، لان احنا خلاص كل انا عايز اعرف ليه لعب وحش. يعني ايه السبب اللي خلانا مش عارفين نعمل هجمه على نيجيريا؟ تعال نبدا في الاول بشويه احصائيات من المباراه او ارقام الفريقين مصر ونيجيريا. الاستحواذ 55% لمصر، وده يعني انا الارقام اللي جايبها كل حاجه ليها مدلوله مش جايب كل الارقام ماشي. و 477 تمريره مقابل 372 لنيجيريا، الكرات العرضيه 10، الناحيه الثانيه 21، يعني انت من تمريراتك الحاجات المؤثره عندك 10 تمريرات فقط اللي كان ممكن تعمل منها خطوره الكرات العرضيه، من ال10 بقى اصلا صفر ولا كره عرضيه صحيحه مقابل 4 لنيجيريا، تسديداتك من مجمل الاستحواذ والتمريرات دي كلها 4 فقط، 2 منهم على المرمى، الاكسبكتد جولز بتوعك 1 موزع على الاربع تسديدات، الناحيه الثانيه 2.7 من 6 تسديدات على المرمى. طيب الارقام دي تعال نشوف الصوره اللي بعديها عشان تقول لك ليه الارقام دي ظهرت بالمنظر ده. ده شكل وقفه لعيبه المنتخب الوطني في بدايه المباراه او اللحظه اللي انطلقت فيها المباراه. محمد صلاح هو اللي مهاجم، مصطفى محمد ناحيه اليمين وعمر مرموش ناحيه الشمال. تعال نشوف الصوره اللي بعديها لان اللي جاي صعب قوي، ودي اللحظه اللي انتهت فيها المباراه. بص الفارق الكبير ما بين محمد شريف فين وكل اللي تحتيه. يعني حتى لما حاولت تعالج انت عالجت بشكل عشوائي، ما كانش فيه اي نوع من انواع التنظيم او تدارك الخطأ بشكل منظم.
طيب اللي جاي بقى بالنسبه لي يعني ما ينفعش يبقى منتخب مصر. انت استحواذك او استلامك للكره 73% في نص ملعبك، 2% في التلت الهجومي، 2% وانت معاك محمد صلاح يعني بعد بكره من احسن 3 لعيبه في العالم. صحيح. 2% و25% في التلت الاوسط. تعال نشوف الصوره اللي بعديها، حاجه كارثيه. اه في الشوط الثاني بقى لما حاولت ان انت تاخد المبادره ونزل زيزو ونزل محمد شريف بتاع، بقيت 18% فقط داخل ال 18. فالتوتال بتاعك انت هددت نيجيريا بقد ايه ولعبت في منطقه نيجيريا قد ايه؟ تعال نشوف الصوره الجايه. انت دخلت منطقه نيجيريا 6% فقط من مجموع استلامك او لمسك للكوره. 6%. 6% بس. اللي هو يشكل قد ايه من مساحه من 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 حجم الفرص يعني؟ لا ما هو ما فيش، انت لو اتكلمت من 477 تمريره خد 6% منهم هم دول اللي كانوا قريبين من منطقه الجزاء. يبقى ما هي منطقيه كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي لما يقول لك انه خلقنا لا فرص؟ مفيش، هم 4 تسديدات، 2 منهم جوه داخل المرمى، منهم انفراد صلاح اللي الراجل شاله برجله، كل حب يحطها عشان كده ما حبيتش التصريح ده. لا 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 هو ما يعني حبيتوش لا يعني ملوش، دي مش اول مره هنا. مش اول مره يتحجج ويوديك في اتجاه خالص، يعني الناس كلها بتتكلم في اتجاه فهو ياخدك للاتجاه الثاني. الحكام ظلمتنا. عارف يا تامر احنا هنروح للاتجاه بتاع الحكام امتى؟ لما نبقى جامدين قوي. عامل اللي عليا وعامل اللي عليا بس انت ظلمتني. بالظبط. فاحنا بنفهم في الكوره، ما هي دي المشكله. هو بيبيع المايه في حاره السقايين. هي دي مشكله. طيب فالاشكال اللي فاتت دي او الخرايط بتاعتنا وصلتنا ان انت اول نص ساعه انت ما فيش ولا كره عرضيه اصلا. انت ما انت ما ظهرتش في المباراه ده حقيقي. وخش بقى في الصوره اللي بعديها التسديدات. انت بص المساحه الفاضيه الصحراء دي، دي تسديداتك. انت بص قد ايه انت اوت اوف جيم. من الدقيقه كام لحد الدقيقه كام. ليه بقى هنا؟ يعني انا مشكلتي مش في بتلعب كام، مش 4-4-2 ولا 3-5-2 ولا 4-3-3 ولا الكلام ده كله. النتائج دي نتائج فريق ما لعبش اصلا. فبالتالي افكارك كانت الى حد كبير يعني انا مع يعني مش غير موفقه، غلط. افكار غلط. طيب انا كان الشغل الشاغل بالنسبه لي حاجتين في المباراه دي، وهم دول اللي انا حاولت اوضحهم. ازاي بتجيب الكره؟ يعني انت عايز تقابل نيجيريا ازاي بال 4-3-3؟ وازاي هتخرج بكره وانت عندك 3 في خط النص وعندك 3 في الهجوم؟ فتعال نشوف الحالات. يلا سريعا. دي حالات الخروج بالكره. الكره هنا مع نيجيريا، الكره اتلعبت طويله، طلع الونش وخد الكره والتحم مع الراجل المهاجم، نزلت ليه فتوح. تعال بقى شوف هنا العجز في الخروج بالكره. وهنا دي في اول دقائق المباراه، فتوح ما لقاش حد يطلع بيها الكره، راح لاعب كره طويله استلمها مرموش على الخط، بدا الضغط النيجيري، مشي الكره فتوح تاني، الكره اتلعبت له، رجع للونش. هنا بقى ثانيه واحده الونش لو حب يخرج بالكره هيخرج على مين؟ مفيش اي لعيب متنفس. فحصل اللي حصل ان الونش لف بالكره، ضغط عليه الراجل المهاجم، خطف الكره في مكان في منتهى الخطوره، والكره بعد كده طولت منه، فتدخل احمد حجازي وطلع الكوره ضربه ركنيه. طيب حد هيقول الكوره دي كانت كوره مرتده. فانت كوره رايحه جايه. تعال نشوف بيلد اب كوره معاك وانت بتطلع بالكوره. هنا احمد حجازي نزل حمدي فتحي ثالث ما بين الاثنين قلبين الدفاع. وده شكل متعارف عليه في الخروج بالكوره في اي حته في العالم. ليه؟ عشان يحرر الجناحين. لما ينزل اللعيب خط النص ثالث في نص في قلب الدفاع يحرر الجناحين، الباكين انا اسف الباكين يتحرروا. فنرجع بس نرجع صوره بس الصوره اللي فاتت. بدا هنا حمدي فتحي يدور، لعب الكره تاني لحجازي في الصوره اللي بعديها. كل ده هنا بقى ثانيه واحده. هنا التركه اللي انت قلت عليها، هو ليه مصطفى محمد وليه تريزيجيه؟ طب ليه تريزيجيه ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال؟ عشان التحرك اللي هيحصل ده، اللي بيجري على الدايره ده تريزيجيه، واللي هيجري عكسه مصطفى محمد. بس هل انت عندك القدره انك تلعب كده؟ لان المساحه اللي سابها تريزيجيه حد نزل استلم فيها اللحظه دي، المفروض مصطفى محمد يبقى تحت كده، يا مصطفى محمد اللي هنا ينني اللي على قلب الدايره عشان لما الكره تتلعب ياخدها وان تاتش على طول في ظهر مصطفى محمد. اذا كان النني رفع ايده بيطلب الكره بس عنه. شكرا. يبقى انت اخترت فكره ما دربتش عليها لعيبه. انت عشان تعمل السويتش بتاع مصطفى، ما هو مصطفى محمد لو بوشه عمره ما يعرف يستلم الكره ويلعبها لتريزيجيه. فهو بيعمل ايه؟ هو بيعمل الوجن. هو بينزل خداع عشان بس عشان يفضل لتريزيجيه، فالكره تتلعب من لمسه واحده لتريزيجيه. ده كله اللي عمله كارلوس كروش يعمل دي وما اتعملتش. انت فهمت كده؟ فهمت كده في ايه؟ انت فهمت كده يعني ان هي دي الطريقه ده اللي دي ده يا ابني انت عبقري والله عشان تفهم، محتاجه ميكروسكوب يا ابني والله. هي دي اللقطه الوحيده اللي هو بيلعب عليها. هي دي اللي كان عايزها من البطوله العربيه ومعملهاش. هي دي اللي كان عايزها. معلش بس انت كنت ده انت جميل يا ابني والله.
وكان المفروض احنا نفهمها ويا ريت يعني يا ريت اتنفذت نفس القصه بقى من نص من نص فرصه يا عم تامر وطالب مننا ان وما اتعملتش تاني ما اتعملتش والبقاء لله فانت بقى بدات تلجا لايه لان الشناوي بيعمل بيلد اب تاني الكره معانا واحد هنا يا جماعه لا انا كنت بشاور للكاميرا بجد ما تغطنيش يا بيومي معانا واحد هنا يا جماعه فهم كارلوس كيروش كان عايز بس هو ما نفذش هو ما نفذش بس انت فهمت حل اللغز نفسه بحد ذاته كان في دي كان في دي ليه تريزيجيه هنا عشان تريزيجيه اسرع من النني لو انا حطيته هنا طب ماشي. ليه مصطفى محمد هنا عشان يرجع يتحرك عكس بس وتتساب المساحه يبقى تريزيجيه ومحمد صلاح في قلب دفاع نيجيريا بس طبعا ده ما حصلش فبالتالي بقيت تخرج بنفس القصه النني هيفضل يدور نمشي الصور عادي النني بيشاور العب لمين هترجع تاني لحجازي هوب هيروح لعب الطويله لخط ظهر نيجيريا فانت كان عندك ازمه شنيعه في الخروج بالكوره عشان الافكار ما كانتش متوافقه مع اللي انت قايله للعيبه صحيح التريكه دي عشان تكمل كان لازم تكملها من واحد من ثلاثي خط الوسط عشان تتلعب في المساحه اللي انت بتحاول تفرغها من بدايه المباراه ده شيء عظيم جدا جدا بعد الفاصل هنتكلم مع حضراتكم عن التحركات والتحركات اللي هتتلعب في الماتش اللي جاي واحنا قلنا لحضراتكم التشكيله بتاعت منتخبنا الوطني وهندردش فيها ونتكلم فيها ونعرف غينيا بيساو هتلعبنا ازاي مع تامر بدوي وعمر عبد الله السؤال اللي احنا طرحينه ليه حضراتكم دلوقتي على الهاشتاج بتاعنا هل يتدارك كارلوس كيروش التوظيف الخاطئ اللي عمله في ماتش نيجيريا امام غينيا بيساو ده السؤال اللي احنا طرحينه لحضراتكم هتجاوبونا على الهاشتاج بتاعنا ملوك التحليل في جمهور الثالثه لما نرجع هنشرح اكتر في فقره جديده لاول مره معانا وكمان هنتكلم مع حضراتكم في كل تعليقاتكم اللي انتم بعتنا خليكم معانا بعد الفاصل في ملوك التحليل مع تامر بدوي وعمر عبد الله رجعنا لحضراتكم مره تانية ومعاكم هنشرح طريقه اللعب بالظبط اللي كان المفروض منتخب مصر يعملها قدام نيجيريا علشان يتفادى اللي حصل في المباراه وبرده ده من خلال تامر بدوي وهيجاوب لنا عمر على اسئله كتيره كانت المفروض ان كارلوس كيروش يطمح في تنفيذها قدام نيجيريا وفي الجزء الاخير هنتكلم عن كيف يخوض منتخبنا الوطني مباراته امام منتخب غينيا بيساو اتفضل يا تامر وانت نازل اي جيم يا هيما لازم تبقى عارف ايه نقاط القوه اللي قدام الفريق اللي انت هتلعبه وايه نقاط الضعف بتاعته وايه نقاط القوه بتاعتك وايه نقاط الضعف بتاعته وبتشوف انا هقدر اصمد قدام نقط القوه بتاعته او هقفل نقط القوه بتاعته دي ازاي اول حاجه اتكلمنا عليها السرعات وشرحناها بالصور ايه حته السرعات السرعات لازم تعوضها دايما يا هيما ان لو اي موقف واحد على واحد زي ما شرحنا في اكرم لازم يبقى فيه واحد في ظهره عشان الراجل لو فات من اكرم بيروح على طول وبيتم الترحيل ماشي مفهوم؟ طيب طلع الراجل ده بره احنا هنا وضحت الصوره ان الكثافه العدديه بتحد من السرعات انت عايز والتوابد. تلعب كنت شايف انه منتخب مصر ودي الفكره اللي انت كنت عايز نشتريها منك وما اشتريتش نلعب 3 4 3 قال يعني انا المدير الفني لمنتخب مصر يعني وساعه خساره الكوره بتتحول لخمسه الباكين اللي على الاطراف بينزلوا ليه انت قلت ليه انت قلت احنا لازم نلعب ب 3 4 3 وهو ده يعني بيت القصيد زي ما بيتقال وده اللي الناس عايزه تعرفه اشرح لنا بقى واحد انت المهاجم بتاعك ايه ابرز سلاح فتاك عنده انهي فيهم مصطفى محمد ده لو كان لعب مهاجم يعني لو هو كان مصطفى محمد كان الكرات الراسيه ضربات الراس الكرات العرضيه اللي هتتلعب من على الاطراف واحده واحده كرات الراسيه الاثنين دول هما اللي بيعملوا الكرات العرضيه لا حلو قوي ليه لان ده اشول ومرموش ايمن صحيح بيدخلوا لجوه ايوه طيب يبقى اذا لازم تحرر مين الباكين صح ولا انا غلطان عشان يبداوا يعملوا كرات عرضيه لمين الراجل المميز بتاعك في ضربات الراس كويس طيب هنا بقى لازم تقلل مساحات الجري ليه هل هتطلب من الراجل ده انه يدافع محمد صلاح لا هتطلب من الراجل محمد صلاح انه يدافع انا ممكن اطلب من مرموش يدافع والطريقه تتحول ل 4 4 2 زي ما كنا بنعملها مع مين مع هيكتور كوبر ماشي. لما كان عبد الله ينزل ويقفل المساحه اللي في ظهر صلاح ونلعب 4 4 1 1 ونستنى لغايه لما نقطع ونحط في ظهر المدافعين لصلاح لكن طيب دي اول نقطه الثاني نقطه انت عندك واحد من التوب سكورر على مستوى العالم اللي هو مين محمد صلاح ماشي طريقه اللعب في لما تكسب الكوره تبقى 3 4 2 1 محمد صلاح هيبدا يدخل في العمق ومرموش هيدخل في العمق صح طيب وده اللي الراجل كان بيشتغل عليه واتكلمنا عليه في الحلقه اللي بتاعت قبل نيجيريا ان محمد صلاح بيقوم بالدور رقم 10 لما بتبقى الهجمه هنا والعكس صحيح لما بتبقى الكوره بيدخل لجوه مرموش هو اللي بيضم لما جبنا جول مرموش في ليبيا لما دخل لجوه ولف وشاط ولما جبنا كوره محمد صلاح لما صنع هدف التعادل لأكرم ولعمرو السولية كويس طيب
دخولهم لجوه يبقى انت بتقرب محمد صلاح قدام الفريم وبتخلق مساحه في ظهره لاكرم اللي ربنا يشفيه او ايا كان مين اللي هيلعب باك رايت. ونفس الموضوع الفتوح وبرده ربنا يشفيه ويرجع يشارك في المباريات. هنا بقى لما بتخسر الكره يا هيما، لما بتخسر الكره الباكين اللي على الاطراف بتوعك ما بقوش مطالبين ان هم يرجعوا حوالي ما يقرب من 80 متر. يعني بتتكلم في من المشوار بتاع اخر خط نجيل سماعيوه نجيل غامق لغايه ان هو يرجع هنا. لا انا مأمن لك ظهرك باتنين بيروحوا في ظهرك بحيث ان كل مساحه الجري بتاعتك محدوده من هنا لهنا اخرك بترجع. يبقى انا بحرك الفول باك بتاعي فحوالي وفرت عليه من 80 متر هيفضل رايح ياخد الخط 80 متر خليتها له من حوالي من 60 الى 50 متر بس، لاني على بال ما بيرجع فيه الراجل ده بيخرج يأمن ظهره لو راح في مشوار واتعملت الكاونتر اتاك في ظهره. السنتر باك اللي بيمين ناحيه اليمين هو اللي بيأمن ظهره وبيجي لعيب نص الملعب بيأمن ناحيه ظهره وبنبدا الترحيل لغايه لما هو يرجع في اللعب تاني. فنفرد تاني، نفرد تاني. برافو عليك. دي كانت طريقه اللعب اللي شايف تامر بدوي ان هي كان هي الافضل لينا قدام منتخب نيجيريا وشرحها ليه. عمر اشرح لنا ليه تريزيجيه ما ينفعش، وليه الراجل او بمعنى اصح يعني ليه هو فكر في تريزيجيه هنا وفكر في محمد صلاح ان هو يبقى راس حربه ومصطفى محمد يبقى ناحيه اليمين، وليه اصلا الراجل عشان برضو الناس تبقى فاهمه ليه الراجل فكر في عبد المنعم وما فكرش في عمر كمال عبد الواحد. طيب. انت عايز تيمين، عايز فرقتين، وعايز اربعه بس في خط الظهر هناك. طلع اربعه ثلاثه، طلع يعني واحد من البرتغالي اربعه ثلاثه بس بالظبط، حمدي فتحي وتريزيجيه والنين يعني الطريقه بتاعتنا، طيب تمام كده. ده الخصم، ده المنافس. تمام ده المنافس ماشي. ادي ده مصر، ده منتخب مصر. تمام منتخب مصر ماشي. المنافس اهو معانا اربعه، برضو منتخب نيجيريا زي ما لعب اربعه ثلاثه ثلاثه. اوكي تمام. الفكره كلها في ايه؟ خد لك ده الثالث بتاعه ماشي. طيب الفكره اللي احنا شرحناها ان هو كانت الفكره بالنسبه له ان محمد صلاح يبقى في العمق هنا مع لعيب ما بين قلبين دفاع نيجيريا ومصطفى محمد ياخد الجناح ده بحيث ان هو يحصل التبادل اللي ما بين محمد صلاح ما بين مصطفى محمد وتريزيجيه بتمريره من العمق، فالراجل ده اللي هينزل مع مصطفى محمد يسيب المساحه او يسيب بيته لتريزيجيه يروح، فتبقى السرعات ما بين محمد صلاح وتريزيجيه موقف واحد على واحد. تمام ده ما حصلش لان الفريق ما لعبش المشهد ده، ما كانش محمد النني بيضم بشكل كبير ففشلت الجمله الوحيده اللي لعب عليها كارلوس كيروش مع منتخب نيجيريا واللي كان فيها السبب الاساسي ان هو يلعب بمحمد صلاح في العمق. طيب ليه محمد عبد المنعم او ليه اصلا شويه افكار من افكار كيروش في الاربعه ثلاثه ثلاثه دي، ومنها ان ليه دايما عنده الراجل الجناح المواجه لمحمد صلاح لازم عمر مرموش لازم يبقى مهاجم، ما ينفعش ان هو يبقى جناح او محمد شريف او او او. طيب اللي هقوله ده مش فانتازيا، اللي هقوله ده يوضحه هو ليه لجأ لمحمد عبد المنعم في مباراه نيجيريا تحديدا وليه دايما هو بيشوف ان الراجل ده يبقى مهاجم. كارلوس كيروش عايز يستنسخ بعضا من افكار بيب جوارديولا، بمعنى قرب لي بقى الاربعه دول كده المدافعين عشان هم دول اللي عليهم اللعب كله. تمام ده اربعه بتوعنا دول حجازي والونش واكرم قبل ما يتصاب وفتوح خلاص. الراجل طلع اكرم توفيق ونزل محمد عبد المنعم. الفكره هنا كانت في ايه؟ الفكره ان هنا ان محمد عبد المنعم لما يطير فتوح هنا ياخد وينج باك وهو اللعيب اللي عنده مهام هجوميه اكتر تحول الى ثلاثه بالظبط، تحول الى ثلاثه ويخش محمد عبد المنعم. طب هنا المشكله ليه محمد عبد المنعم هنا؟ ليه محمد عبد المنعم يضم ثالث؟ عشان اللي يحصل كالاتي، ان مصطفى محمد ينزل فينزل مع السرد باك والباك فتفضل المساحه دي الهاف سبيس دي لتريزيجيه مع محمد صلاح اللي جاي بوشه. هي دي التركه اللي هو عايز يعملها ان لعيب هيخش وده هيزيد معاه فتفضل مساحه لتريزيجيه في ظهر اللعيب اللي هيضم معاه اثنين لعيبه، وده شكل اشبه باللي بيعمله مانشستر سيتي احيانا مع بيب جوارديولا بان ووكر كيل ووكر بيخش ثالث في قلب الملعب فبيفضى برناردو سيلفا وياخد طرف فتفضل المساحه الهاف سبيس دي تفضى تماما لكيفن دي بروين. فده تريزيجيه اللي كان معمول عليه ده بالظبط. اسال بقى سؤال، اللي انت بتقوله ده احنا شفنا منه حاجه؟ ما هم ليه بقى ما بيحصلش؟ انت بتقول كلام حلو قوي. هقول لك انا ليه ما بيحصلش، مش انت يعني لا مش انا فاهم. يعني اصل انت بتوصف وصف جميل جدا، ليه ما حصلش؟ هقول لك انا ليه ما حصلش، لان مصطفى محمد هنا بقى فكرة منطقية الأفكار اللي قلت لك عليها، مش مصطفى محمد اللي هيقوم بالدور ده، هو كان الأسهل إنه يعمل كده، وإن محمد صلاح هو اللي يروح ويبقى مصطفى محمد مهاجم مرتكز وتبقى اللعبة في اللي جاي من الخلف، لأن الراجل ده بمنتهى البساطة لو المساحة دي فضيت ومحمد صلاح راح، تريزيجيه هيروح، الراجل ده هيقابل بمنتهى البساطة، مصطفى محمد هيروح معاه واحد، هنا
التركه اللي انت بتعملها اصلا يا كيروش من اول ما بدات اعملها بقى ناحيه عمر مرموش. شكرا. الجناح مهاجم فحطيت محمد شريف مهاجم وحطيت عمر مرموش مهاجم ولعبت احمد ياسر ريان قدام الجابون مهاجم عشان الحته دي عشان الترحيله اللي تحصل دي كلها تفضي للراجل اللي تفضي للراجل ده ولما يرجع معاه ده ولما يرجع كمان ده ده هيبقى فاضي او كمان هتزود لعيب زياده عندك اللي هو ده اللي هو المفروض ان هو فتوح بالظبط هيبقى ده. وعلى فكره هي حصلت في مباراه لبنان لما دخل وخد ضربه جزاء وحصلت في مباراه ليبيا لما الترحيله حصل لو تفتكر جبناها واكرم توفيق زاد ولعب اكتر من كره عرضيه ومحمد صلاح كان في المشهد ده ومصطفى محمد نزل استلم الكره هنا ما بين قلبين الدفاع وزاد فتوح واحرز الهدف الاولاني أيوه. في مباراه ليبيا في مباراه ليبيا لو عايزك الجون ده نجيبه لك بالظبط آه. فبالتالي وحصلت في هجمه محمد صلاح اللي ضم فيها لجوه وضم فيها لجوه محمد صلاح وخد معاه خط الظهر واتلعبت لعمرو السوليه وكانت حتى تامر جايبها في الحلقه اللي فاتت. هي الفكره في كده. الفكره ان انت لما بتختار طريقه لعب لازم يكون في منطقيه في الادوات. انت كنت نزلت محمد عبد المنعم عشان هو ظهير فهيضم ثالث مع الاثنين فبالتالي مصطفى محمد المهاجم هينزل عشان تفضي المساحة لتريزيجيه. طب عشان أعمل كل ده أنا نسيت أهم حاجة ككيروش الكورة هتبدأ إزاي عشان توصل لده إزاي إيه مراحل هطلع بيها إزاي بس شكرا ما طلعتش بيها ولا مرة بس. وهتقوم مين اللي هيقوم باللعيب رقم 10 يا هيمة في الطريقة دي؟ علشان كده لما كنت بقولك لما حررت الباكين اللي على الاطراف ودخلت صلاح ومرموش في العمق ممكن واحد منهم يقوم بالدور رقم 10 لانك انت محرر الباكين اللي على الاطراف في هجمه واحده. اللي عمر بيتكلم عليه ان لما فتوح يروح زي ما وداه جوه ال18 وخلى محمد عبد المنعم يضم كسنتر باك والونش يروح يامن ظهر انطلاقه فتوح هو هنا انت ما حررتش الباك رايت انت وقفته خلاص. لكن في خمسة انت كنت هتحرر الباكين مره واحده وهتخلي صلاح ومرموش وليكن هما الاثنين الصفر يا عمر هما الاثنين حد يقدر يقوم بيهم بالدور رقم 10 وانت محرر الباكين ومعاك تارجت مان صريح هو مصطفى محمد. ده بالنسبه لماتش مصر ونيجيريا هنعمل ايه قدام غينيا بيساو؟ ده السؤال اللي احنا طرحينه لحضراتكم والسؤال اللي احنا طرحينه ليكم كمان على الهاشتاج بتاعنا. هنرجع نقرا من الهاشتاج وهنقول لحضراتكم بناء للتخطيط هنعمل ايه والتشكيلة بتاعت منتخبنا الوطني المتوقعة انا عرضتها لحضراتكم في بداية الحلقة. الشناوي في حراسة المرمى ما فيهاش جدال واتنين في القلب بتحك على ايه خبيث انت وهو الونش الونش وحجازي ايوه قدام حضراتكم اهو على الشاشه عمر كمان عبد الواحد ناحيه الرايت ناحيه الليفت ايمن اشرف النني السليه عبد الله السعيد صلاح مرموش مصطفى محمد. هم هيفسروا لنا الكلام ده على ارض الواقع يبقى عامل ازاي ومنتخب غينيا هيبقى عامل ازاي قدام منتخبنا بعد الفاصل. خليكم معانا في ملوك التحليل. طيب لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثه وملوك التحليل وهنتكلم في الفقره ديت عن هنلعب ازاي منتخب غينيا بيساو. تامر هيشرح لنا بالحالات وهنا كمان ونفس القصه عمر اتفضل يا تامر. طيب غينيا بيساو يا هيمة ده طبعا جول كيبر. غينيا بيساو يا هيمة بيلعبوا 4-1-4-1 ماشي. عندهم مشاكل كبيره جدا. اولا هي فرقه مش عايز اقول يعني متواضعه سواء في النواحي الهجوميه او في النواحي الدفاعيه. سنتر باكين كورتهم قليله جدا سواء ماني او سانجانتي الراجل السنتر باك رقم 22 و20 هو ده اخطر لعيب فيهم. الراجل رقم 15 جيفرسون ده الباك اليمين طياره سرعته مش طبيعيه يعني هو الوحيد اللي يسبب لي بس مشاكل. لكن خلينا الاول نتكلم على مشاكلهم الدفاعيه بسرعه عشان برضو لازم ادي وقت لعمر. هيما لما بيروحوا يقابلوا الفرقه اللي بتعمل بيلد اب عمر انا كل طالبه منك تحط سنتر باك لمصر ناحيه اليمين وباك رايت ووينجر هنا بس. ومنتخب مصر مثلا او المنتخب المنافس اللي بيلعبوا غينيا بيساو بيبدا يحضر مثلا في الاتجاه اليمين الناس بتبدا تروح المهاجم بيروح ولاعيب نص الملعب اللي في ناحيه الشمال بيروح والراجل الوينجر بيروح وبالتالي ده مكان اللعب هنا مكان اللعب هنا وليكن منتخب مصر بيحضر ماشي. وهوري لك الكلام ده في مباراه السودان كل المساحات دي بتبقى فاضيه تماما كل المساحات دي بتبقى فاضيه تماما ليه؟ لان هنا الناس دي بتروح محدش بيغطي ظهرها حتى الراجل ده بيفضل متمركز مأمن الاثنين اللي في العمق لان هم بيلعبوا بسنتر باكين بس. الراجل ده بطيء جدا في سواء بيلي في او ماما بالدي الاثنين دول نواحي دفاعيه ضعيفه جدا وهجيب لك بالصوره. تعال نشرح بالعملي بقى بالصور اللقطات اللي احنا بنشرحها على طول بيقع في الخطا الكارثي ده. هتشوف منتخب السودان وهو بيحضر بيروحوا قدامك غينيا بيساو هو المنتخب الاخضر يا هيمة طبعا في 4 على خط النص
خلاص. منتخب السودان زي ما قلنا بيحضر في الطرف اليمين، الرجل المهاجم بتاع غينيا بيساو على الخط نهايه الدايره. الاربعه الاخضر لسه زي ما هم، اثنين راحوا يقابلوا الرجل الباك رايت. بس انا عايز شرحت بالظبط. بص اولا الرجل اللي في ظهر الحكم فاضي ليه؟ لان ماما بالدي ده اللي هو الرجل اللي لابس جزمه حمراء ورجله مرفوعه بالظبط، راجع متاخر وبيتمشى، والراجل دخل في العمق مش حتى يروح يامن الراجل رقم 6 اللي هو بورا. خلاص الراجل رقم 6 بورا ده على طول مضروب، يمينه فاضي وشماله فاضي. تاني لا هم على طول باستمرار اتنين اخضر رايحين يقابلوا الراجل. بص التمركزات السيئه، الراجل السنتر باك واحد عمل تمريره وقدامه اتنين لا نرجع للي فاتت معلش، وفي واحد بيحلق ما بيعملش حاجه بالظبط. ماشي قول اللي بيحلق ما بيعملش حاجه ده، قول مستني لو الكره راحت للسنتر باك اللي بيميل ناحيه الشمال. لكن اتنين اخضر رايحين يقابلوا الراجل اللي بيعمل تمريره وفي اتنين احمر في ظهرهم، خلاص طب انت رايح تقابل ليه؟ ما انت طالما رايح تقابل هنا يبقى المفروض الكره ما تطلعش من هنا، الكره وصلت للراجل وبالتالي الراجل بالظبط وبقى معاه مساحه كبيره. بورا الراجل رقم 6 بيروح يقفل. بص الراجل برده رقم 17 راجع بيتمشى ازاي، والراجل في ظهر الحكم عنده مساحه كتمركز رقم 10 باستمرار واقعين في الخط في الخطا ده، لان الاربعه بتوع نص الملعب. عشان كده اخترت لك الاربعه هنا بقى، لو رجعنا الاربعه بتوعهم اخترت نص الملعب بالاخضر زي ما هم كانوا لابسين. هدي لك المفاجأة. طيب فرقة بتتكلم على فرقة كرتها قليلة جدا، بتتكلم على فرقة آخر خمس ماتشات ما سجلتش جول. أيوه خلاص سنتر باكين كرتهم قليلة جدا. حتى بولا ده الراجل ده كرته قليلة جدا. وجهة نظري الشخصية منتخب مصر لازم يلعب بأربعة واحد تلاتة اتنين. أربعة واحد واحد تلاتة اتنين. اشمعنى؟ عمر بقى ساعدني كده. صلاح ومصطفى محمد مصطفى محمد وصلاح زيزو مفيش زيزو مرموش مفيش زيزو. انا عارف التشكيل خلاص، انا بقول لك من وجهه نظر يعني. دي تشكيله تامر بدوي المسلى يا جماعه، قال لك نلعب كام أربعة كام 4 1 3 2. ليه؟ اولا لازم ابدا اضغط عليهم من قدام. يا ابني احنا لعبناش بيها دي قبل كده، دي ده على اساس ان انت كنت لما لعبت ب 4 3 3 اللي انت لعبت بيها قبل كده نفذت حاجه. 4 1 كام 3 2. اصل انا بقلق منك ما بشتريش وفي الاخر ببقى المفروض ان انا اشتري بس انا ما بشتريش. لا مين قال لك ان انا هبيع لك خلاص دلوقتي؟ مش هبيع لك خلاص، ده كان زمان. 4 1 3 2. لا خلاص انا هنا ما فيش ما يدعو ان انا العب بخمسه خلاص ورا. اولا هم مش سرعه، هو الوحيد ده بس اللي سريع باك اليمين، ده الوحيد، وهجيب لك الحاله دي لو في وقت. فانا الاربعه اللي ورا ما فيهمش خلاف. وواحد اللي هو المفروض كان يبقى حمدي فتحي، ولو ان انا عارف انه مش هيلعب حمدي فتحي بكره. في مركزين متروكين ليه هو بالنسبه لي ما عنديش مشاكل فيهم، بس انا اللي مش هغير رايي فيه مصطفى محمد صلاح عنده حريه حركه، زيزو ومرموش، وقلنا حمدي فتحي قدام الاربعه اللي ورا ايا كان بقى عبد المنعم او عمر كمال عبد الواحد ما عنديش اي مشكله. هنا متروك لي حريه الاختيار انني او عمرو السوليه، انا ما عنديش اي مشاكل خالص في التالت لو كان في قشاط احمر عشان يبقى مميزين، بس خلاص اعتبر ان ده التالت يعني. ماشي. مرموش وزيزو وده التالت. ماشي. ودول الاثنين المهاجمين مصطفى محمد ومحمد صلاح. اولا لازم يبقى في خمسه لعيبه في نص ملعب تيم غينيا بيساو هم بيحضروا. ليه؟ اولا يا ابراهيم الضغط العصبي عليك انت، غينيا بيساو نازله للمباراه عندها نقطه، انت ما عندكش ولا نقطه. اتنين انت اللي بطل افريقيا واكتر منتخب كسب البطوله، انا راجل مش باكي على حاجه. انا لو خطفت منك نقطه تعادل انا هدخل اطبل في اوضه اللبس وانا فرحان. كل دقيقه هتمر والمباراه 0-0 منتخب غينيا بيساو هيطمع فيك. خلاص يبقى اذا لازم اجرد منتخب غينيا بيساو من الكوره في اسرع وقت ممكن، فاعمل بزيادات عددية. برافو عليك. يبقى صلاح ومصطفى محمد وزيزو وايا كان زي ما قلت لك دي متروكاله النني او عمرو السوليه ما عنديش مشكله فيها. ماشي. ومرموش واللي بيلم وراهم حمدي فتحي. حمدي فتحي والاربعه اللي ورا زي ما هم. ماشي. طيب ده بتاع غينيا صح؟ لا ده مهاجم. ده بتاع غينيا. اولا زي ما قلت لك سنتر باكين كورتهم قليله جدا جدا جدا، حتى بورا الراجل رقم 6 مثلا بتاعهم وليكن هو ده كورته قليله جدا. اذا انت لو استخلصت من الفرقه هنا هتبقى ضربت اكتر من نص منتخب ويبقى ضغط كله عليهم من الحته ديت. بالظبط. عظيم. عمر اتفضل. الكلام مش هيختلف تماما، يعني لو شفنا الحالات اللي معانا هم فريق ما عندوش كره عاليه جدا، عنده بطء شديد جدا في الحته بتاعت قلب الملعب سواء كان قلبين الدفاع، ولما نشوف الحالات وبعد كده نشوف الحالات على الـ على هي قدامك الحالات بتاعتك بالظبط. لا دي نيجيريا، احنا عايزين الحالات بتاعت غينيا بيساو الدور الثالث.
الدور الثالث حالات غينيا بيساو. هم عندهم بطء شديد جدا في الحته بتاعت قلب الملعب، والراجل جيفرسون الباك رايت بتاعهم ده على قد ما هو المفروض ابرز نقطه قوه ليهم الا ان هو ابرز نقطه ضعف. تعال نشوف نيجيريا بغينيا بيساو امام السودان الفريق كان عامل ازاي. هو عنده اثنين لعيبه المفروض ان هم حريفه قوي، بيليه بتاع موناكو وماما بالدي بتاع تروا. الاثنين دول هم اكتر اثنين لعيبه اصحاب الكوره، عشان كده الراجل بيلعب بواحد بس في قلب الملعب اللي هو بورا رقم 6، وده لعيب بطيء بشكل كبير جدا. خلينا نشوف هنا ان الفريق ازاي بص الاربعه اللي مقابلين في خط وسط غينيا اتضربوا بمنتهى السهوله رغم ان لاعب السودان تتاخر في التمريره، وبعدين الكوره بعد كده اتلعبت لمهاجم منتخب السودان طلع معاه واحد من قلبين الدفاع الاساسا بطاء برضو. بس شوف هنا في منتخب السودان ازاي كان قاري الى حد كبير منتخب غينيا بيساو. كره اتلعبت مجرد ما الراجل استلم هناك رفع عينه على فين، على الناحيه اللي فيها الراجل رقم 9 بتاع منتخب السودان او الراجل اللي تحت في الصوره عندنا اللي اتلعبت له الكوره طوليه في ظهر جيفرسون وفي ظهر ماما بالدي. نفس القصه بيلعبوا على الجاب اللي ما بين ماما بالدي وما بين بيلي وما بين جيفرسون. الثلاثه دول عندهم مشكله كبيره جدا، فانت بتزرع لعيب في المنطقه دي كل هجمات السودان هتلاقيها من ناحيه الشمال اللي هي يمين غينيا بيساو. الراجل دخل لجوه بص برده مجموعه تمريرات ما فيش رقابه، بيلي شايف طيب نفسه جدا. فرقه طيبه يعني فرقه. بص انا ما بحبش لفظ طيبه ده، فاكر انا ما بحبوش. لينا سيناريوهات مع بعض مش لطيفه. انا ما بحبوش بس انت تقول الفرقه من هنا طيبه تتحول لشريره يا تامر، مش عارف ليه بس يعني هي فرقه عندها مشاكل فنيه كتير. عندهم نقطه الضعف الوحيده او مش الوحيده، نقطه القوه الوحيده عندهم هي نقطه ضعف كبيره جدا وهي الظهير الايمن جيفرسون. لكن نقطه ضعفهم ومنتخب السودان سدد كل تسديداته وعمل كل الكرات العرضيه من ناحيه الشمال، فبناء عليه انت لازم تبني خطتك على المشهد ده. ايه هو بقى هو الفرق؟ ماشي انا لميت الحجز بتاعكم خلص فلميت القواشي. ماشي خلينا نقول ان ده منتخب مصر. يلا ادي الاربعه بتوع خط الدار، خليهم هنا في القريب عشان انا ايه هجبس على منتخب غينيا بيساو. ماشي خليه هنا تمام، وبعدين ثلاثه في خط النص تمام، وبعدين ثلاثه في الهجوم. ده منتخب مصر. انت هتلعب 4-3-3. انا هلعب 4-3-3 بس بتوظيف شويه شبه تامر تمام. هما بيلعبوا 4-1 راجل غلبان، 4 تاني تمام، 1 صح؟ صح يعني هو ده تشكيلتهم. طيب انا عشان اخد بقى يعني استفيد بالقصه بتاعه جيفرسون اللي بيبقى قدامه الاربعه البرتقاني دول الثلاثه بتوعنا اللي هم الثلاثه بتوعنا المهاجمين. جيفرسون لما بيزيد بيبقى فيه اثنين من منتخب غينيا بيساو اللي هم ماما بالدي وبيلي مع الراجل اللي هنا الناحيه الثانيه ده اللي بيضم معاهم الجناح الشمال، بتبقى في مشكله في البوكت ده في الحته دي. فانا محتاج ان انا يبقى هنا مهاجم مش جناح مع محمد صلاح مع مصطفى محمد. فانا عايز العب 4-3-3 باثنين بثلاث فراوده صراح عشان استفيد بالمساحه دي، لان هم عندهم الاربعه مع الراجل الغلبان اللي بيقف ده. ده بورا ده بطيء جدا، جسمه كبير جدا، ما بيقدرش يعمل ما عندوش الفلكسبيليتي انه يغطي خالص انه يغطي المساحه دي عرضيا. فلو الراجل راح الناحيه دي وانت بتحضر كوره مثلا خلاص المساحه دي بقت بتاعتك تماما، لان الاثنين دول ما بيضموش خالص اللي هم بالدي ماما بالدي وبيلي، والناحيه الثانيه جيفرسون بيبقى على طول هو الباك المهاجم بتاعهم. طب ليه الناحيه دي مش موجوده؟ لان يعني ليه ما بيحصلش فيها نفس التفريغ ده رغم ان هم نفس الافراد؟ لان الراجل الباك ليفت بتاعهم ما بيزيدش كتير بالظبط، بيسيب باكيتي هو اللي يشتغل بالظبط، فهو بيسيب الجناح اللي قدامه بيشتغل فبيفضل هو ثابت. فباكيتي ده لما بيزيد هو بيفضل ثابت فما بيفضاش البوكيت ده، لكن لما بيحصل الترحيله دي بيخش اللعيب رقم 6 بورا وبيفضى تماما الناحيه الجناح بتاعنا بجانب واحد من الثلاثه دول. عشان كده انا شايف ان احنا في الثلاثه بتوع خط النص مش مستحمله النني والسوليه مع بعض او حمدي فتحي والسوليه مع بعض او حمدي فتحي والنني مع بعض. انا عايز واحد، عايز واحد، انا عايز واحد منهم. عايز واحد بس على الدايره. طب يعني النني مثلا السوليه عبد الله السعيد تمشي معاك؟ تمشي معاك النني. خليك فاكر انك قلت تمشي لان دي تشكيله، هي تمشي معايا بس تمشيش معايا في حاجه. لا هو ابراهيم عاوز يحسبها عليك يعني. لا يا لا لا يعني ماشي يعني ماشي. انت قلت لي يا نني يا حمدي فخلاص نني. خلاص النني السوليه الافضل يبقى ناحيه اليمين عبد الله السعيد. ماشي خلاص. ليه عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد انا ما كنتش شايفه في مباراه نيجيريا عشان معدل السرعات والجري البدني عالي. هنا مفيش السرعات دي، هنا مفيش الاثنين اصلا، مفيش غير جيفرسون والاثنين دول ما بيرجعوش. فهتبقى المساحه عنده شويه بعض الوقت ان هو ياخد الرؤيه والفيجن بتاعته. بس انا هنا مش عايز مرموش، انا عايز انا محمد شريف فعلا. اشمعنى؟
مهاجم، انا عايز فيرود انا عايز مهاجم، عايز هنا ثلاث مهاجمين والحريه تبقى لصلاح والاثنين دول يخشوا جوه ال 18 اصلا، بس هو ده اللي انا عايزه عشان محمد صلاح لما يلعب على المساحه دي كلها لوحده انت عايز حريه حركه لمحمد صلاح في الحته دي. فمحمد صلاح ممكن يروح هنا ويخش محمد شريف فيرود. طب محمد صلاح ما راحش ومحمد صلاح وهنا جه عبد الله السعيد زايد، يبقى انا عندي هنا اثنين مهاجمين جوه ال 18 واثنين تحت ال 18 تحت بره ال 18 الاثنين بيقدروا يحرزوا اهداف، وهنا عمرو السوليه بيشتغل الشغل العرضي سواء كان هجوميا يخش جوه ال 18 في الهاف سبيسز او في محمد النني في التامين، مع ان عمر كمال عبد الواحد ياخد الواجبات الهجوميه وايمن اشرف شويه يميل هنا، مش هقول لك يدافع او يضم ثالث زي ما قلنا قدام نيجيريا لا بس يبقى هنا عشان جيفرسون سريع بالظبط ما يسيبوش، ويبقى هنا الدور بتاع النني او حمدي فتحي اللي هيشارك ان هو يبقى بس سبورت للناس دي، لان هم حتى المهاجم الاساسي بتاعهم جوميز رقم 19 كورته ثقيله مش بس هو مصاب ده كورونا بيتهيألي كورونا، وفي اللي نزل مكانه فريدريك اللي نزل رقم 13 برضو لعيب مميز بس في الكرات العاليه، لكن يعني اقصد ان انت في الهجمات المرتده انت مش هلاقي منك الفرقه دي مضروبه بخمسه سته كورونا كانوا 10 وبقوا 6 فبالتالي انت اللي مأمن بالاثنين دول مع الراجل ده فزي الفل تمام. طيب في حد جه زياده سواء بيليه او جيفرسون، عندك ايمن اشرف واقف وعندك النني، فالموقف هيبقى دايما عندك طيب زياده. انا دايما بعمل حسابي انه مكمن الخطوره ممكن يجي من حاجه انت مش متوقعها، وبالتالي انتوا بتتكلموا على انه مفتاح اللعب تقريبا اللي انتوا حاسين ان هو موجود سواء من تحليلك او من تحليل سيادتك ان هو جيفرسون ده اللي هو الباك اليمين. مظبوط. طب افرض احنا بقى عملنا كل ده والراجل ده نكد علينا عشتنا، نعمل ايه؟ يعني نكد علينا عشتنا يعني الراجل ده بيستخدم سرعاته بقى في ظهر ايمن اشرف كل شويه، فبقينا احنا اللي في موقف دفاع، الراجل ده عمال يلعب على المساحه دي واحنا عندنا مشكله فيها لان احنا مش عارفين نغطي ظهرنا، انت عامل ازاي في القصه دي؟ حلو قوي اجابتي. علشان كده انا حبيت قلت لك العب ايه 4-1-3-2 يبقى لما يبقى عندي كثافه عدديه في نص ملعب غنية بيساوي اجيب الكره بسرعه. يا سلام عليك يا عمر، هو ده اللي انا كنت عايز اقول لك بعد ما هو يخلص. انتوا بتقولوا كلام حلو. هعرف افسد الهجمه المرتده قبل ما تحصل. بالفعل ده مش بتاعنا. ولو حصل ولو حصل ان عمر زي ما قال مثلا وليكن ايمن اشرف راح فوديه مشوار يا عمر والراجل جيفرسون رقم 15 خرج بالكوره، خرج بالكوره اسرع واحد عندي في الخط الدفاعي مين؟ الونش. يا سلام عليك يا عمر. هيروح يقابله ومين بينزل مكان الونش يغطي؟ مين؟ النني لا او حمدي فتحي بس كده اللي هو رقم 6. فاصل هو حاطط لنا تشكيله غير التشكيله. انا فاهم هو حط حمدي فتحي 4-1-3 للمره اللي انا بالنسبه لي 4-1-2 ليه برضو يا هيما؟ عشان قلت لك بشتغل في النواحي الدفاعيه بالضغط عليهم لان كورتهم قليله جدا وهم بمرحله بنايه الهجمه. رقم 2 ان زي ما عمر شرح ووريتك في الصور ان الراجل بورا ده بيبقى لوحده تماما جدا. هنا فاضي وهنا فاضي. انت شايف 4-1-3-2 4-1-3-2 مظبوط. صلاح عنده صلاحيات انه ينزل ويتحرك في المساحه دي، ومرموش عنده صلاحيات وعمرو السوليه عنده مساحه ان هو صلاحيات انه يروح يتحرك في المساحه دي. يبقى انا عندي 3 بشتغل، اعتبر ان الثلاثة دول ادي صلاح وادي عمرو السوليه وزيزو، ادي الثلاثة. وصلاح طبعا ممكن عنده صلاحيات انه يقرب من مصطفى محمد. طيب وانا الاقرب الى الاقرب الى الواقع ان احنا 4-3-3. ما انا هو ما انا قلت لك هو بيعمل ايه، دي حاجه تانية خالص. هو هيلعب بالتشكيل اللي في دماغه بالطريقه اللعب اللي في دماغه اللي هي 4-3-3 او 4-3-2-1. تشكيلتك ايه يا عمر اللي انت شايفها من وجهه نظرك؟ انا شايف طبعا ما فيش خلاف على الشناوي. عمر كمال عبد الواحد عشان ياخد واجبات هجوميه اكتر من محمد عبد المنعم، ياخد واجبات هجوميه ويساعد ويساند على الفرقه دي لان هي فرقه مش هتهاجمه كتير، وبالعكس الجناح او الظهير اللي قدامه بيبقى ثابت فهو يجي له ويكبس عليه اكتر مع الجناح اللي بيفضل ثابت. الونش طبعا وحجازي. الناحيه الثانيه ايمن اشرف اجباريا. الثلاثه اللي في نص الملعب انا شايف انني عمرو السوليه وعبد الله السعيد، محمد صلاح، مصطفى محمد، محمد شريف. وانا عايز استفيد من محمد شريف عشان جيفرسون ده يبقى 1-1. محمد شريف راجل مع عبد الله السعيد اللي هيتحرك في ظهر الاثنين اللعيبه اللي قلنا ما بيرجعوش اللي هم بيليه وماما بالدي، فيبقى الراجل عنده المساحه دي، الراجل ضم عليه، فعندي مهاجم لما يروح بالهجمه فرود ما يتعبش كتير وما يتخضش جوه ال 18. مع حريه بقى ايه حركه لمحمد صلاح مع حريه حركه لمحمد صلاح ناحيه اليمين. انتوا كنتوا حاجزين ساعتين والساعتين خلصوا بقالهم 5 دقايق. اطفي النور بقى نازلين وربع والله. عمر
بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك صديقي العزيز المتالق دايما من الجينيوس بتاعنا. بشكرك شكرا جزيلا على الشرح الوافي. تامر بشكرك شكرا جزيلا المتالق كالعاده حبيبي. وبتحلم وبتتخيل والحقيقه انه الحلم كويس في الكوره بس الراجل واقف عند طريقه 4-3-3. الراجل هيطلع عينينا بس اهم حاجه نكسب ان شاء الله باذن الله. هنكسب كام بقى بكره؟ طب هنكسب ولا لا؟ لا ان شاء الله هنكسب. هنكسب حلوه الصيغه دي. انا قلت بلاش التفاؤل ده اخشع شويه ما تروحش هناك. ان شاء الله هنكسب. هنكسب بالفروقات الفرديه بس مش هنكسب بشغل المدرب. والله هنكسب بالفروقات الفرديه. هتشوف يعني اللي هي ايه. عمر مرموش يلف يشوط واحده دي جول. فروقات فرديه بقى سميها باب انت ما جبتليش يعني. حاجه النهارده عن ضربات الثابته في حاجه كده في والله بس احنا حاجز على طرف المعلقه بسرعه. حاجز خلص على طرف المعلقه. بيلعبوا الضربات الثابته دايما على الايام البعيد. على الايام البعيد دايما يروحوا هم على الايام القريب. الورق المحروق بتاعهم ده الايام القريب ودي ضربه يعني لو الفاول هنا هتلاقي الورق المحروق بتاعهم اللي ما بيشتركش في الكرات الطويله هم اللي بيقوموا بدور الايه الكاموفلاج. هما اللي بيروحوا على الايام القريب وتلاقي فيه اتنين عند نقطه البينالتي. الراجل الاولاني بيروح يقطع والتاني يقوم هربان على الايام البعيد. الكره تتعمل على الايام البعيد. دي الضربه السادسه اللي نفذوها قدام السودان وجت في العارضه دي اخطر. في الايام واتعملت مرتين كمان في وعملوها في مباراه المغرب يا عمر. اصلا اتفرجت عليهم في كل الماتشات. اخطر هجمه ليهم ان هما بيلعبوا دايما الكرات الثابته سواء كانت ضربات ركنيه او ضربات ثابته من على ال 18 على الايام البعيد دايما. صحيح. بيوقفوا كلهم على خط واحد. اربع لعيبه بيتحركوا واحد بيقطع في النص والتاني الفاضي اللي في الاخر ده هو اللي دايما بياخد الكره الخطيره. يلا اهم الحجز خير. اشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لمصر ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله. وبعدين ما انتوش هتلعبوا معايا. انتوا قعدتوا انتوا تلعبوا بالرشيد وقلتوا لي انت هتلعب معانا. قعدتوا تتحركوا براحتكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد. صباح الخير.